فلسطين عأجمل شي بدنيتنا، عضحك زينا العينين، صباح السر محبتنا، صباح الخير عفلسطين، على اللي مجمعين لحباب، عتغريدة أمل وحنين تذكرنا بها الأصحاب في فلسطين هذا الصباح. يسعد صباحكم مشاهدينا بعدد جديد من برنامج فلسطين هذا الصباح لليوم الأول من أكتوبر من هذا العام. بنطل عليكم فيه بملفات فلسطين هذا الصباح المعتادة وفي يوم الإضراب الشامل. صباح الخير فرح. صباح الخير علاء، صباح الخير لكل مين رح يرافقنا في هالجولة الصباحية عبر شاشة تلفزيون فلسطين. إضراب شامل يعم الوطن، الكل الفلسطيني يقف اليوم ليقول لا للعنصرية، لا لقانون يحاول محو الوجود الفلسطيني وحقوقه. أكيد إضراب شامل في فلسطين التاريخية من أعلى الجليل وحتى أم الرشراش من غزة الأريحة والقدس عاصمتنا الأبدية. ملفات عديدة سنكون فيها معكم وبأبرز الأخبار التي تمر معنا يوميا عبر صحفنا المحلية، حتكون معنا بمحطتنا الأولى بيومنا اليوم الأحد حنكون أو اليوم الاثنين عفوا، راح نكون معكم بأبرز ما جاء بالصحف المحلية بعد هالفاصل. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد بأبرز ما جاء في صحفنا المحلية في عددها لليوم. الحياة الجديدة الأيام والقدس، ونبدأها كالمعتاد مع الحياة الجديدة. وفي أول الأخبار التي وردت اليوم، إصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة، بينهم حالتان خطيرتان، والاحتلال يبعد 14 مقدسيا، ومستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك. على الحياة الجديدة أيضا ومن الأخبار التي وردت اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يسلم جثمان الشهيد الرماوي والتشييع ظهر اليوم. بأخبارنا على الحياة، السيد الرئيس يستقبل وفد المؤتمر العلمي الطبي السابع ويشيد بالدعم الذي قدمته تونس للقضية الفلسطينية. والطيب وبركة، لن نستسلم لقانون القومية العنصري وغطرسة الاحتلال الإسرائيلية. ومحليا ودوليا، إسرائيل تهاجم نادي ريال مدريد لاستقباله عهد التميمي. كان هذا آخر خبر على الحياة. أما الأيام ففي أول أخبار صحيفة الأيام، إضراب شامل في فلسطين التاريخية اليوم رفضا لقانون القومية والإجراءات الأمريكية.
على الأيام مخاوف من هدم الخان الأحمر مع انتهاء مهلة الاحتلال اليوم، حيث انتهت فجر اليوم المهلة التي حددها سلطات الاحتلال لإخلاء سكان الخان الأحمر وهدم منازلهم طوعا، وتسود مخاوف من إقدام سلطة الاحتلال على هدم القرية وتهجير سكانها وهدمها قصرا، هذا وتواجد العشرات من السكان والنشطاء والمتضامنين في الخان الأحمر. مئة المستوطنين يقتحمون باحة الأقصى وقرارات احتلالية بإبعاد مواطنين عن المسجد. ومن الأخبار التي وردت أيضا، موظفو الأونروا يغلقون مقرها الإقليمي في غزة ومكاتبها الفرعية في محافظات القطاع، ولا نتائج واضحة للحوار بين الاتحاد والإدارة. أخيرا على صحيفة القدس وبأول أخبارها، مواجهات في عين السلطان واحتراق 500 شجرة في أراضي بيت ليد قرب مستوطنة عناب. إصابات في اقتحام الاحتلال لمدينة رام الله وحملة اعتقالات في الضفة. ومن الأخبار أيضا، صندوق الأقصى والقدس يعتمدان مشاريع لصالح فلسطين بقيمة 65 مليون دولار. المسير البحري العاشر ينطلق اليوم إلى شمال قطاع غزة، حيث أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة عن إطلاق المسير البحري العاشر من ميناء غزة الساعة 3 عصر اليوم تجاه الحدود الشمالية للقطاع، مشيرة إلى أنه سيرافق المسير حراك بري تنظمه الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. كانت هذه أبرز الأخبار التي وردت على صحفنا المحلية، ونستمر بمحطات برنامجنا مع فرح. يسعد صباحك من جديد. شكرا جزيلا لك علاء على هالجولة، وإحنا منتابع في مشوارنا الصباحي نتحدث عن هذا القانون العنصري الذي لا يمت لاسمه بصلة، قانون القومية الذي أقره الكنيست ومرره بالقراءة الأولى والثانية والثالثة في تموز الماضي. قانون يهدف لمنح حق تقرير المصير لليهود، يعتبر إسرائيل الدولة اليهودية وهي وطن قومي لليهود أينما تواجدوا في بقاع العالم، أيضا يضع اللغة العربية في مكانة خاصة وينفي وجودها كلغة ثانية في فلسطين. تفاصيل أكثر عن هذا القانون مع تقرير زميلة إيمان هريدي، نتابعه سويا. حق تقرير المصير في إسرائيل هو حق حصري للشعب اليهودي، وأن كل من وقع على القانون لا يعترف بحدود عام 48 ولا يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة. هذا ما نص عليه البند الافتتاحي لقانون القومية اليهودية الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي. قانون تحدت به دولة الاحتلال أعراف القانون الدولي، وجاءت تحت غطاء ودعم مطلق من الإدارة الأمريكية المنحازة لإرساء قواعد صفقة القرن أو ما نسميها بصفعة القرن. قانون يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري، يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل، وتشريع السيادة للشعب اليهودي وحده. وهذا ما يتماشى مع صفقة القرن وجزءا لا يتجزأ منها، وشكلا من أشكال المؤامرة على قضيتنا الوطنية، كاشفا الوجه العنصري للاحتلال وزيف القناع الذي خدع به الاحتلال الإسرائيلي العالم بسبب منافاته لأسس وقواعد الديمقراطية المزعومة التي تتجدق بها إسرائيل في العالم الغربي. قانون نسف كافة المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية، شرع الاستيطان، مهد لقوننة التطهير العرقي، ونسف الشرعية الدولية وتدمير خيار الدولتين واستبداله بالأبرتهايد، وتنفيذ الرواية الصهيونية اليهودية بأرض إسرائيل الكبرى، وإلغاء الرواية الفلسطينية إلغاء تاما تنفيذا فعليا لوعد بلفور، على أساس أن الشعب الفلسطيني شعب أقليات، والقرار يؤسس وينقل الصراع من سياسي إلى صراع ديني. يعمد هذا القانون على إسقاط ملف اللاجئين والقدس وإبقاء القوات الإسرائيلية على غور الأردن واستمرار سيطرة إسرائيل على المياه الإقليمية والجوية، ويعكس الهوية الأيديولوجية المتطرفة للحكومة والتي تتماشى مع التفاهمات المعلنة وغير المعلنة مع الإدارة الأمريكية. إن هذا القانون يشكل خطأ فادحا وخطرا محققا من الناحيتين السياسية والقانونية،
ويعيد إلى الذاكرة دولة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، ولذلك فنحن نرفضه وندينه بشدة، ونطالب المجتمع الدولي وجمعيتكم الموقرة برفضه وإدانته واعتباره قانوناً عنصرياً باطلاً وغير شرعي. القائد الفلسطيني محمود عباس قالها وسنعيد قولها: أقدمت إسرائيل على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته قانون القومية للشعب اليهودي، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته وروايته التاريخية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل. هذا القانون يقود حتما إلى قيام دولة واحدة عنصرية ويلغي حل الدولتين. إسرائيل تمارس عنصريتها. محمود عباس مخاطبا الأمم المتحدة: أيتها السيدات والسادة، يتحدث عما يسمونه أرض إسرائيل، فهل لكم أن تسألوا الحكومة الإسرائيلية أين هي أرض إسرائيل وما هي حدود دولة إسرائيل التي أتحدى أن يعرفها أحد منكم؟ أين هي حدود دولة إسرائيل؟ موجودة في الخارطة؟ لا، فليتفضلوا ويحددوا دولتهم. لا يوجد. إيمان هريدي لبرنامج فلسطين هذا الصباح. زميلة إيمان هريدي، أهلا بهذا التقرير. وبأولى محطات برنامجنا الصباحي رح نتحدث عن هذا الإضراب المفتوح، حيث دعت القوى الوطنية في الضفة وقطاع غزة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بالإضراب العام والشامل اليوم الاثنين الذي يشمل كل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بموجب ما تقرر في الاجتماع بين لجنة المتابعة العليا لفلسطيني الداخل في أراضي 48 وممثلي القوى الوطنية والفلسطينية، ليكون الإضراب في الذكرى 18 لهبة القدس والأقصى ورفضا لقانون القومية العنصري. في هذا الخصوص راح نتحدث مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ عصام بكر، منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة. يسعد صباحك. صباح الخير، أهلا بك، وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين. أهلا بك معنا. نبدأ حديثنا عن الوحدة التي نراها اليوم بالشارع الفلسطيني، الكل الفلسطيني يقف معا يدا واحدة بعالي الصوت يقول لا لقانون عنصري يحاول محي وجودنا الفلسطيني هنا. نعم، هذا القانون هو ضمن سلسلة قوانين توجت بهذا القانون العنصري كدليل على الفاشية والنزعة نحو المزيد من الفاشية في المجتمع الإسرائيلي. اليوم يتوحد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، في قطاع غزة، في الداخل المحتل، دور الشتات والمنافي، للتأكيد على الهوية الجامعة والحس الجمعي بين أبناء الشعب الواحد، رفضا لهذا القانون العنصري ورفضا لصفقة القرن التي تحاول تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. نحن شعب، إذا كان هناك خصوصية لكل ساحة على حدة طوال السنوات الماضية، هذا الإضراب جاء ليدشن مرحلة جديدة من الوحدة واستعادة الوحدة الجامعة بين أبناء الشعب الواحد في كل أماكن تواجده. هذا لم يحدث منذ عشرات السنين ربما، وهذا له دلالاته في هذا التوقيت بالذات الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية ضمن سياق تعميق العلاقة المعادية لحقوق شعبنا بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، استبعاد القدس خارج إطار طاولة المفاوضات، استهداف الأونروا. الآن الخطوات المقبلة ربما من الإدارة الأمريكية هي الاعتراف بضم ما يسمى الكتل الاستيطانية لصالح دولة الاحتلال وتمزيق أي إمكانية فعلية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. هذا يندرج في إطار سياسات التطهير العرقي وسياسات فرض الحل للأمر الواقع الذي يفرض الشعب الفلسطيني. وبالتالي اليوم تتجلى الصورة في هذا الإضراب الذي يشمل كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني للدلالة وللتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه، يرفض هذا القانون العنصري. مخاطر هذا القانون كما تعلمون ليس فقط أنها يعني تمنع حق العودة أو يريدون قطع الطريق على تحقيق حق العودة، وإنما هم يريدون اجتثاث من تبقى من جماهير شعبنا في الداخل المحتل وطردهم خارج سياق وطنهم وأرضهم، وهم يعني الذين عاشوا وبقوا هناك ولم يأتوا إلى دولة الاحتلال، دولة الاحتلال التي جاءت إليه. أستاذ عصام، يعني اللحمة الوطنية التي نشاهدها وأيضا حتمر معنا في برنامج فلسطين الصباح في كافة بقاع الوطن وأيضا في الشتات وفي مخيمات لبنان، الرسالة الموحدة التي يحملها هذا الإضراب والفعالية، أبرز الفعاليات التي ستخوض هذا اليوم؟ اليوم سيكون هناك مجموعة من الفعاليات والأنشطة
عندما يتم شل حركة السير، عندما يتم شل كافة مناحي الحياة، الإضراب دعني أشير ليس وسيلة عقابية، هو رسالة سياسية بالغة الدلالة في هذا التوقيت. ونحن نوجه التحية لجماهير شعبنا في الداخل، لجنة المتابعة العربية، كان هناك اجتماعات متواصلة وكان هناك مشاورات، وأقر أن يكون هذا الإضراب بشكله الشامل الذي يشمل كافة مناحي الحياة باستثناء القطاع الصحي، وبالتالي الرسالة السياسية هي بالغة الدلالة. الإضراب بحد ذاته هو رسالة سياسية، كما قلت في بداية الحديث لم يحدث منذ عشرات السنين أن كان هذا الحس الجمعي الموحد بهذا الشكل، وبالتالي هي رسالة للعالم من أجل الالتفات لمعاناة الشعب الفلسطيني، وبأن الشعب الفلسطيني بمقدوره ويملك من الخيارات الشيء الكثير ليغير من المعادلات ومحاولات طمس الحقيقة بهذا القانون العنصري الفاشي، ومحاولات تمرير صفقة القرن المشبوهة التي لن تمر على صخرة صمود شعبنا وإرادته وتمسك قيادته الفلسطينية بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة المكفولة بالقانون الدولي، وهي حقوق غير قابلة للتصرف بموجب القانون الدولي، حقه في تقرير المصير، حقه في الدولة والعودة والاستقلال الوطني الناجز في دولة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس. هذه الحقوق دونها لن يكون هناك أي استقرار وأي سلام. هذه رسائل الشعب الفلسطيني، كما قال الأخ الرئيس في خطابه في الأمم المتحدة قبل عدة أيام، نحن نمد أيدينا لتحقيق هذا السلام العادل والشامل، ولكن توصد الأبواب أمامنا، وبالتالي نملك من الخيارات ما يمكن أن يغير من خارطة المنطقة. إسرائيل تستغل الوضع الفلسطيني وحالة الانقسام، إسرائيل تستغل الوضع الإقليمي وحالة الانقسام العربي والدولي ويعني ضعف التأثير الدولي لتحاول تمرير هذا المخطط. لكن أقول بشكل صريح عبركم وعبر شاشتكم، كل الحلول التي حاولوا فرضها على الشعب الفلسطيني من قبل سقطت وأفشلها الشعب الفلسطيني، وهو سيواصل معركة التحدي والتصدي لهذه المشاريع التصفوية رفضا لكل إمكانية فرض حل على شعبنا من طرف واحد. السلام والطريق إلى السلام تأتي من خلال الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعبنا. صحيح. نعم أستاذ عصام، بما أننا نتحدث عن هذه الرسالة القوية التي يرسلها اليوم الشعب الفلسطيني للعالم أجمع، نتحدث عن مسؤولية أيضا على الشعب الفلسطيني بكيفية إرسال هذه الرسالة. يعني هذا الإضراب موجود في الوطن، ولكن كيف سنوصل للعالم بأن الفلسطينيون يحتجون ويطالبون بحقوقهم كالمعتاد، خاصة وأننا نتحدث عن قانون ينتهك القوانين الدولية والمواثيق كافة. هذا قانون عنصري فاشي كما قلت. اليوم جماهير شعبنا التي تخرج للشوارع في مدن الضفة في الداخل المحتل في الجليل والنقب والمثلث في الضفة وغزة وفي مخيمات اللجوء والشتات، هذا تعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده والتفافه خلف حقوقه. أيضا استنهاض عوامل المنعة والعزة ومقاومة ما يحاولون فرضه على شعبنا. أيضا أنا أعتقد أن الممر الإجباري لكل ذلك يأتي من خلال استعادة الوحدة وإنهاء صفحة الانقسام الكارثي بتطبيق ما جاء في الاتفاقات المبرمة والموقعة مع حركة حماس، والذهاب باتجاه صياغة استراتيجية وطنية جديدة لمخاطبة العالم. اليوم العالم يرى الصورة على حقيقتها. الاتحاد الأوروبي الذي أرسل موفدين ومبعثين إلى الخان الأحمر ليرى بأم عينه سياسات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال وتحاول من خلالها فرض حل الأمر الواقع لقطع أوصال الأرض الفلسطينية. هذا المشروع الكولونيالي الخطير الذي يهدف إلى تغيير معالم الأرض وإلى زرعها بعشرات آلاف الوحدات الاستيطانية، هذا مشروع لن يمر. وبالتالي كل هذه العناوين يجمعها عنوان واحد برأيه، وهو ضرورة أن يلتفت العالم إلى معاناة الشعب الفلسطيني ليس من المنطلق الإنساني وإنما من منطلق حقوقه الوطنية من أجل إنهاء هذا الاحتلال بكل أشكاله وتعبيرات وجوده عن أرضنا، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. أستاذ عصام، الحراك الشعب الفلسطيني وصل رسالة لكل العالم أنه نحن حراكنا سلمي. نعم. وليس حراك عنيف، احنا نحن رسالة حق، رسالة قضية عادلة. أبرز محطات الحراك الشعبي وأيضا الفعاليات الشعبية اللي راح تكون اليوم؟ هناك العديد كما قلت من الفعاليات. المقاومة الشعبية هي حق مكفول بالقانون الدولي للشعب الفلسطيني دون إسقاط أي حقوق أخرى مكفولة بالقانون الدولي. الآن الشعب الفلسطيني منذ عدة سنوات الكل متفق على المقاومة الشعبية وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية باعتبارها الشكل الأكثر مناسبة لإيصال رسالتنا للعالم. كما قلت سيكون هناك مسيرات في مدن الجليل
والمثلث والنقب في الضفة الفلسطينية، في المدن الفلسطينية في الضفة وفي القدس. سيكون هناك مسيرات في قطاع غزة وفي دول الشتات والمنافي في أكثر من دعني أقول 40 مدينة في العالم ربما أو أكثر. سيكون هناك مسيرات ووقفات احتجاجية في هذا اليوم باعتبار يوم لتكريس النزعة أو الالتفاف العالمي لمنع هذا القانون العنصري، لوقف سياسات التمييز العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الداخل المحتل. وهو يعني يوصل رسالة المعاناة التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني. بالتأكيد، وهو يوم مهم وقضية مهمة نحملها للعالم، ولكن أيضا في هذا اليوم لا يمكن أن نغفل ما يحدث في قرية الخان الأحمر. اليوم انتهت المهلة من قبل قوات الاحتلال ومتسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي الخان الأحمر بإخلاء القرية وهدمها ذاتيا. بالتالي أيضا الدعوات لتكثيف الوجود في الخان الأحمر ابتداء من هذا اليوم. بيان القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الفلسطينية جاء واضحا بضرورة تعزيز وتكثيف التواجد والمبيت على مدار الساعة للتصدي لجرافات الاحتلال. هناك صمود وأسطورة يتم تسطيرها في الخان الأحمر من قبل أهلنا في الخان الأحمر نفسهم، عرب أبو دهوك والجهلين والمتضامنين نشطاء المقاومة الشعبية والقوى وهيئة مقاومة الجدار، الذين يعني نثمن عاليا كل مواقفهم وخطواتهم لإسناد أهلنا في الخان الأحمر. نعم، اليوم سيكون هناك أيضا تسيير للحافلات من محافظات الضفة ومن رام الله باتجاه الخان الأحمر. سيكون هناك مبيت ومكوث على مدار الساعة وتكثيف التواجد للتصدي لجرافات وآليات الاحتلال. مع انتهاء المهلة وبالتزامن مع انتهاء المهلة، إسرائيل بكل وقاحة تسعى لتغيير طابع المنطقة، وهي التصريحات التي جاءت من دوائر الأمن خلال الساعات الماضية تشير إلى إمكانية تنفيذ هذا المخطط العدواني في أي لحظة. وبالتالي نحن نحبس الأنفاس في لحظة الصفر، ربما سنكون خلال الساعات القادمة مع إمكانية تنفيذ هذا المخطط العدواني، وشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا المخطط. سيتم التصدي لجرافات وبلدوزرات وآليات الاحتلال لمنع الخان الأحمر، وحتى لو تم الهدم سيتم إعادة بناء الخان الأحمر من جديد على غرار ما يجري في قرية العراقيب في النقب. شعبنا باكي في أرضه والاحتلال إلى زوال، لن نبرح هذه الديار، وإذا كان ثمة من سيغادر هذه الأرض فهو ليس الشعب الفلسطيني. نشكر لك تواجدك أستاذ عصام بكر منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، ونشكر لكم هذا الجهد في المقاومة الشعبية والتواجد أيضا في كل أو صمودكم أيضا في الخان الأحمر. مشاهدينا مستمرين بحلقتنا لليوم، فاصل ورح نكمل باقي أولى آراء. قبل ما نتوجه للفاصل، وبما أننا نتحدث عن قرية الخان الأحمر، ينضم إلينا من هناك الزميل محمود ملطوم ليطلعنا على صورة الأوضاع هناك. صباح الخير محمود. صباح الخير محمود. صباح الخير زملائي، صباح الخير علاء، صباح الخير فرح. اليوم هو الأول من الاستنفار والمكوث والترابط والوجود على أرض قرية الخان الأحمر. هنا قبل قليل من الآن كنت أتجول في الخيمة المقامة على أراضي قرية الخان الأحمر. هناك عدد كبير من المتضامنين الذين جاءوا اليوم بالتحديد استعدادا لحالة الاقتحام وحالة الإخلاء من قبل قوات الاحتلال. هذا اليوم يكون 104 أيام على الاستنفار وعلى المكوث هنا على أراضي قرية الخان الأحمر نتيجة قرار بما يسمى محكمة العدل العليا بإخلاء هذه القرية وهدمها تمهيدا لإقامة مستوطنات عليها وتوسيعها على حساب أراضي القدس الشرقية. للمزيد حول هذا الموضوع نرحب بالسيد منذر عميرة، ناشط في مقاومة الجدار والاستيطان. سيد منذر صباح الخير. صباح الخير. سيد منذر، كيف ترى اليوم الوفود والمتضامنين، وأيضا ماذا يعني هذا اليوم خصوصا بأنه قد انتهت المهلة التي منحها سلطات الاحتلال لقرية الخان الأحمر تمهيدا لهدمها وإخلائها؟
يعني اولا الفرصه التي انتهت اليوم هو اعطاء سكان الخان الاحمر هدم بيوتهم بايديهم. اليوم سكان الخان الاحمر ومعهم المتضامنين وابناء الشعب الفلسطيني رفضوا هذا القرار ولا زالوا موجودين هنا في الخان الاحمر، وايضا اليوم يعني تضامنا مع أهلنا في 48 واستجابة لدعوتهم إلى الإضراب الشامل تجمعنا هنا في الخان الأحمر لرفع الصوت عاليا ضد صفقة القرن. اليوم يعني بالرغم من تراجيدية الموقف بأن يعني بدء ليس فقط العد التنازلي، بدء التحدي الحقيقي لقوات الاحتلال التي ستأتي من أجل هدم الخان الأحمر، لكن أقول أنا سعيد بتواجد أبناء الشعب الفلسطيني هنا بالصمود هنا بالوحدة الفلسطينية الحقيقية التي تجسدت هنا في الميدان. مزيد من التواجد اليوم كان أيضا ليلة أمس. اليوم أيضا ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني لمزيد من الحراك، مزيد من التحرك، ليس فقط من أجل الخان الأحمر، من أجل رفض صفقة القرن. الخان الأحمر اليوم يعني رأس الحربة في معركتنا ضد هذا الاحتلال، ضد العنجهية الصهيونية، ضد هذا الظلم الذي يمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا. بالتالي الشعب الفلسطيني أخذ قال كلمة الفصل هنا في الخان الأحمر بمزيد من التحدي، مزيد من الصمود، مزيد من العطاء اتجاه القضية الفلسطينية التي دفعنا من أجلها الغالي والنفيس. لن نكون إلا أوفياء لدماء شهدائنا الذين يعني دفعوا الثمن الغالي من أجل هذه الأرض. نعم سيد منذر، حدثني أكثر عن هذا المكوث وبرنامجكم اليومي، وما هي الأنشطة التي تقوم بها كناشطون وفي اللجان الشعبية، وأيضا كمواطنون جاءوا من كل محافظات الوطن تضامن مع أهالي قرية الخان الأحمر ومكثوا فيها. حدثني أكثر عن ترقبكم لعملية الإخلاء والهدم. يعني هي ليست فقط عملية انتظار من أجل الهدم أو مقاومة عملية الهدم، هناك عدة اعتبارات وعدة نواحي للعمل. هنا بدأنا خلال الأيام الماضية وتحديدا بعد قرار الإدارة ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية وإعطاء الفرصة لهدم الخان الأحمر، بدأنا ببناء منشآت أكثر على غرار ما حدث في الوادي الأحمر. استطعنا بناء خلال الأيام الماضية المركز الإعلامي، اليوم راح نكمل بناء في هذا المركز الإعلامي. أيضا قمنا خلال الأيام السابقة بزراعة الشجر، اليوم أيضا هناك مزيد من الأعمال. سنقوم بتنظيف الشوارع وإعادة تأهيلها ووضع السياج في الأماكن المخصصة، دهان بعض الإطارات وعمل بعض المناطق، تزيين بعض المناطق. نريد أن نوصل رسالة للمحتل الإسرائيلي أننا سعيدين بهذه الحياة هنا في الخان الأحمر، لأن هناك ادعاء لمحكمة الاحتلال يعني من أجل الهدم، من أجل تحسين الظروف الحياتية لسكان الخان الأحمر. نقول سكان الخان الأحمر سعداء بهذه الحياة، ونحن أيضا سواء كنشطاء كهيئة مقاومة جدار واستيطان كفصائل فلسطينية سنعمل على تحسين الحياة أكثر وأكثر. وهذا القرار يعني تم اتخاذه من فترة طويلة، لكن هذه الأيام تحسين الحياة من أجل تحدي الاحتلال، وهذا مهم جدا. هذه الأرض أرضنا، وكما قلت يعني الهزيمة في الخان الأحمر ستكون قاسية، لكن أقول سجلنا انتصار مبدئي ضد هذا الاحتلال بتواجد النشطاء، بتواجد الناس، بالالتفاف حول قضية الخان الأحمر، باعتماد المقاومة الشعبية الحقيقية الميدانية من أجل إنهاء هذا الاحتلال. نعم سيد منذر عميرة، ناشط في لجان المقاومة الشعبية والاستيطان، شكرا جزيلا لك. هذا هو الحال زملائي، كما لاحظتم أن هذا المكوث والبقاء هنا على أراضي قرية الخان الأحمر استهدف كل فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم صغارا وكبارا والشباب وناشطون. للحديث أكثر هنا ناشط من قرية عنبتة طول كرم السيد الحاج خيري حنون، أهلا بك سيد خيري. أنت جئت إلى قرية الخان الأحمر لتعبر عن رسالة تضامن وبقاء على هذه الأرض، ماذا يعني لك ذلك؟ السلام عليكم.
طبعا احنا جينا هنا لبينا نداء الوطن، لبينا النداء الوطني، الواجب الوطني اللي مفروض على كل إنسان يحمل الهوية الوطنية أن يتواجد في أرض المعركة. فهذه اليوم هي معركة الخان الأحمر، هي بدايات لصفقة القرن، بدايات للدولة اليهودية العنصرية التي كررتها الحكومة اليمينية الإسرائيلية. جئنا هنا لنثبت للعالم ونثبت للصهاينة أننا نحن أصحاب الحق وأننا نحن أصحاب هذه الأرض، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال وبأي قمع تمارسونه ضدنا أن نرضخ إلى هذا أو نرتعب من جرائمكم أو من ممارساتكم الفاشية التي تمارسونها ضد شعبنا وضد منشآته وضد أرضه وضد مياهه وضد الكل الوطني. جئنا لنقول لهم نحن ثابتون هنا ونحن أصحاب هذه الأرض وسندافع عن أرضنا بدمائنا بأجسادنا بإرادتنا، إرادتنا وأجسادنا العارية إلا من الإرادة. نحن نقول لهم نحن هنا باكون، هنا باكون في هذه الأرض، لا يمكن انتزاعنا من هذه الأرض، جذورنا منغرسة في هذه الأرض، أرض آبائنا، أرض أجدادنا، لا يمكن أن نبتعد عنها ولا يمكن أن يكون هناك لنا ابتعاد عن أو رعب من جرائمكم أو ممارساتكم الإجرامية التي تمارسونها ضد شعبنا وضد أرضنا وضد كل ممتلكاتنا في هذه الأرض. هذه هي الأرض لنا، هذا هي كلها. نحن لا نتحدث عن أماكن بدوية هنا، لا نتحدث عن أماكن بدوية هنا وهناك، هذه سياسة وهذه هي من بداية ما نشأت دولة إسرائيل كانت تعد إلى هذا اليوم، تعد إلى أن توجد الأرض هذه بدون سكان بدون بشر عليها. هي هذه عنصريتها، هذه الفاشية التي تتمتع فيها وتمارسها منذ الأزل، لكن جاءت الظروف لكي تمارس هذه السياسة وتعلن وتكشر عن أنيابها وتمارس سياستها. فنحن نقول لها رغم أننا نحن وحدنا في الميدان ورغم أن كل الأحرار يقفون إلى جانبنا، لا يمكن لكم أن تثنونا ولا يمكن لكم أن تنتزعونا. أنتم في هذا القرار اليوم، القرار 11 اللي هو يوم الهدم الذي بلغته محكمة الصهيونية، جئنا لنرد عليهم ونتحداهم أننا هنا، أننا في هذا القرار نتحدى قراركم ونتحدى آلياتكم ونتحدى كل ممتلكاتكم وكل جرائمكم نتحداها في أرضنا في واقعنا، ولا يمكن أن نسلم في قراراتكم في القرارات التي أنتم اتخذتموها وأنتم أوهمتم العالم أنكم أصحاب حق وأنكم قادرين على امتلاك هذه الأرض. هذه الأرض لا يمكنكم امتلاكها ولا يمكن انتزاعها من أصحابها ولا يمكن قتل أهلها أو إنهاء أهلنا. سنبقى هنا ونقول لكم نحن باقون هنا ولا يمكن انتزاعنا من أرضنا. نعم سيد خيري، أنت جئت إلى قرية الخان الأحمر لتعبر عن رفضك ولهذا القرار والبقاء والصمود هنا على أرض القرية. هنالك العديد من الممارسات التي يمارسها حكومة الاحتلال ومستوطنيه في قتل الأرض الفلسطينية والسيطرة عليها ولصالح إقامة المستوطنات عليها. هذه السياسة، كيف يمكننا البقاء على هذه الأرض وكيف يمكننا أيضا توقيفها؟ نحن نقول لشعبنا ونقول لكل الأحرار، إرادتنا أقوى من سياستهم. كل هذه السياسة التي تمارسها إسرائيل بضم هذه الأراضي، بإغلاق القدس، بتقطيع أوصال فلسطين، بوضع كنتونات، بوضع اللي هو الحياة القاسية من أجل تهجير هذه الناس ومن أجل إبعاد هذه الناس عن أرضها، نقول لشعبنا اصطفافنا إلى جانبنا، توحيد موقفنا، وحدتنا الوطنية هي الرد الكافي وهي الرد القوي للرد على ممارسات هذا الاحتلال وعلى سياسته وعلى مشاريعه
وعلى مشاريعه الاستيطانية الذي من بداية ما قامت دولة إسرائيل وهي واضعة أمام صوب أعينها بانتزاع هذه الأرض وامتلاك هذه الأرض وتزوير الحقائق للعالم أن هذه هي أرضهم وأن هذه أرض الميعاد التي تخصهم. نقول نحن قبل قيامكم وقبل قيام هذه الدولة، نحن منذ آلاف السنين نتواجد على هذه الأرض، جذورنا في هذه الأرض، أجدادنا في هذه الأرض، كل ما هو موجود في هذه الأرض يتحدث الفلسطينية، يتحدث العربية، يقول لهم أنهم هؤلاء أصحاب الأرض. هذا التزوير التي تحاول إسرائيل تزويره، نقول لها إمبراطوريات عظمى قامت لكن أمام إرادة الشعوب وأمام وحدة الشعوب وأمام قوة الشعوب أنهارت هذه الإمبراطوريات، وأنت يا إسرائيل ستنهاري كما أنهارت الفاشية وكما أنهارت النازية وكما أنهارت البربرية. نحن نقول لكم نحن باكون ونحن إرادتنا أقوى من كل ما تمتلكون من قوة. الله. نعم السيد الحاج خيري حنون، شكرا جزيلا لك. هذا ما كان الوضع عليه، كبارا وصغارا وشيوخا يأتون إلى هنا ويمكثون وينامون الليل هنا استمرارا لآلية التحدي والصمود والبقاء هنا على قرية الخان الأحمر. جدير بالذكر أن هذا المخطط الرامي إلى إنشاء مخطط بما يعرف إيوان، هذا المخطط الذي يهدف إلى تهويد العاصمة المحتلة وفصلها عن باقي محافظات الضفة الغربية، وأيضا هذا المخطط يهدف إلى فصل المحافظات الجنوبية عن شمالها. هنا هذه منطقة قرية الخان الأحمر مهددة بالإخلاء والمصادرة من أجل إنشاء هذا المخطط وإقامة المستوطنات الإسرائيلية عليها بغيض توصيلها بالمستوطنات الكبيرة كمعالي أدوميم وكفار أدوميم التي تحيط بالقدس الشرقية. إليكم زملائي. الشكر لك زميلنا محمد مظلوم، كنت معنا من قرية الخان الأحمر. شكرا لك محمود. ومن الخان الأحمر ننتقل إلى استوديو غزة مع زميلة بيداء معمر، وللحديث أكثر عن غياب المحاسبة الذي يحفز الاحتلال لاستمراره بجرائمه تجاه شعبنا في كل الوطن. أكيد بيداء صباح الخير لك ولضيفتك. صباح الخير بيداء. يسعد صباحكم علاء وفرح، ويسعد صباح كل السادة المشاهدين. يعني هنا أرضي، هنا ترابي، هنا أجداث أجدادي، هنا أنطق اللغة العربية وباللهجة الفلسطينية لا لقانون القومية. مشاهدينا الكرام، إضراب عام شامل يضم مختلف المحافظات الوطن رفضا لقانون القومية لما يحمل من خبايا على أرض الواقع. في هذا السياق نتحدث أكثر مع ضيفتي كلمة الأستاذة هالة القشاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك حبيبتي، يسعد صباحك. كل التحية. يعني أستاذة هالة، ربما البعض لا يعي مدى خطورة هذا القانون، قانون القومية، على ما ينص بداية. بداية بحب أوجه تحيتي وصباح معطر بعطر زهر اللوز الفلسطيني لجميع الفلسطينيات والفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم. جميعنا نعرف أن هذا الاحتلال من أصعب الاحتلالات في العالم، وهو احتلال عنصري، احتلال إحلالي منذ بدايته. القصة لا تبدأ بقانون القومية اليهودية أو قانون القومية أو يهودية الدولة، القصة تبدأ منذ عام 1887 وقبل ذلك و1978 حينما قام يهود من شرق أوروبا بشراء قطع أرض في قرية ملبس، وأنشأوا على أنقاضها مستوطنة بيت حتقفة والتي تعني فتحة الأمل، وكانت هذه فعلا فتحة الأمل لهم، لأن المشروع الصهيوني يرمي إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. بالتالي كانت من هنا البداية. البداية ليست منذ عام 1948. نعم. واحتلال الأراضي الفلسطينية. هو مخطط يهودي منذ يعني تاريخ طويل في تخطيطاته لهذا القانون، ولن يعمل ولن يقوم ولن يألو جهد الاحتلال من أن يقوم لاحقا من خلال برلمانه
الكنيست الإسرائيلي من سن أي قوانين يثبت حقه على هذه الأرض ويغير جغرافيا وديموغرافية الوطن. بالتالي هذا القانون جاء الأكثر عنصرية. جاء بعد شهرين من إعلان ترامب أن القدس عاصمة دولة إسرائيل من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى ذلك. بالتالي تتزامن أيضا مع قانون الأنروا والذي إلى حد ما يقوم بإلغاء قضية اللاجئين. بالتالي قضية القدس وقضية اللاجئين الملفات الأكثر صعوبة في القضية الفلسطينية والتي تركت للحل النهائي. فبالتالي هذا القانون يعتبر هو الأكثر عنصرية. ماذا يعني يهودية الدولة أو ماذا يعني قانون القومية؟ يعني وفق المخطط الصهيوني وقومية أن إسرائيل هي وطن لكل اليهود. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن حق تقرير المصير الآن في فلسطين لليهود. من حق إسرائيل أن تستخدم جميع اليهود للوجود في فلسطين. وهي خلقت واقع على الأرض من خلال جدار الفصل العنصري، اتساع المستوطنات، ترك غزة من طرف واحد. بالتالي وجدت واقع على الأرض يمثل صحيح. أن هذه هي إسرائيل. أخطر ما جاء في هذا القانون أن فعلا إسرائيل هي الوطن القومي لليهود. بالتالي من حق أي يهودي في أي مكان أن يأتي ويعيش على هذه الأرض. هذه نقطة. النقطة الثانية، جميع الرموز ستكون يهودية، أي اللغة ستكون اللغة العبرية. النقطة الثانية، اسم الدولة سيكون دولة إسرائيل. النقطة الثالثة، العلم سيكون العلم الإسرائيلي بخطيه الأزرق ونجم داود بالمنتصف. السلام الوطني سيكون السلام الوطني الإسرائيلي هتكفاه اللي هو خاص فيهم. اللغة ستكون اللغة العبرية بالأساس، واللغة العربية ستعامل معاملة خاصة لمليون وخمسمائة ألف فلسطيني متواجد في منطقة 48. إذن تشيرين إلى نقاط تبين مدى خطورة هذا القانون بما تشير به بأن اللغة يلغي وجود الفلسطينيين وأيضا تاريخ الفلسطين بهذا القانون، ربما التأثير الأكبر على فلسطينيين الداخل. كيف سيكون هناك القادم لهم في هذه المرحلة وفي تطبيق هذا القانون؟ كما ذكرت لك سابقا، هذا احتلال إحلالي سيقوم بإقصاء جميع الفلسطينيين. تأثيره سيكون أكثر على فلسطين الذين يعيشون في مناطق 48، لأنه لا يتعامل معهم كمواطنين في دولة إسرائيل. حيكونوا أقلية يتكلمون فقط اللغة العربية من أجل نيل احتياجاتهم. هذا سيسجل ضغط قوي عليهم يؤدي إلى حالة ترانسفير وحالة هجرة من المنطقة وحالة إخلاء وإحلال الإسرائيليين مكانهم. بالتالي كمان ممكن الإسرائيليين نفسهم، من يدري، دائما يخلقون واقع على الأرض، ممكن أن يكون هناك يلحقه بقانون آخر بترحيل هؤلاء الفلسطينيين إلى مناطق قريبة من مناطق السلطة الوطنية. أيضا أشرت أستاذة هالة أنه هناك مشاريع سباقة لهذا القانون، يعني كان تمهيد لهذا القانون من خلال توسيع الاستيطان. هناك وجود يعني تفريغ يعني السكان من بلادنا الأصلية ليكون محل ذلك المستوطنين. فهل سيكون هذا القادم سيء أكثر على وجود الفلسطينيين في البلدات القريبة على سياج الفاصل، وكيف سيكون ذلك؟ سيكون من خطير جدا على الواقع الفلسطيني. بطبيعة الحال الواقع الفلسطيني التي تمر به القضية الفلسطينية في هذه الأيام هو غير مسبوق. لم يكن الواقع الفلسطيني بهذا السوء من قبل، سواء على مستوى إغلاق قطاع غزة والاحتلال وثلاثة عدوانات في ثلاث سنوات، بالإضافة إلى القضية التي برزت جديدا، قضية الخان الأحمر. صحيح. جميعنا يعرف أن الخان الأحمر هو عبارة عن بؤرة صغيرة تعيش فيها 41 أسرة بدوية تعيش على الكلأ وعلى الرعي وعلى زراعة صغيرة بحياة بسيطة جدا. هذه خطورتها أو أهميتها، خلينا نقول الخان الأحمر، أنها تربط بين مستوطنتي معالي أدوميم وكفار أدوميم القريبة من القدس. بتجريف وإخلاء هذه المنطقة واقتلاع سكانها الأصليين سيؤدي إلى وجود جيب استيطاني كبير. صحيح. على اتصال بالقدس. الخطورة ليست تكمن فقط في اقتلاع هؤلاء السكان من منطقتهم، وهذا يتنافى تماما مع القانون الدولي الإنساني ومع القوانين والأعراف الدولية. هذا سيؤدي إلى
وجود كما ذكرت جيب استيطاني كبير جدا في هذه المنطقة يؤدي لاحقا إلى صعوبة التواصل بين مناطق السلطة الفلسطينية، وبالتالي من يفكر في حل الدولتين سيجد صعوبة في التواصل الديموغرافي والجغرافي بين مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. إذا استاذ هالة، بتمارسه إسرائيل بكل جرأة أمام العالم بتطبيق هذه القانون، يعني كيف سيكون موقفنا من جهة قانونية وجهة قوية لكي نصل بهذه القضية على مستوى العالم؟ إسرائيل تستعمل جميع الأساليب، وأحياناً بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. جميعنا يعرف أن إسرائيل هي ربيبة أمريكا، وأمريكا الآن بقيادة دونالد ترامب مع اليمين الإسرائيلي يسعوا دائماً إلى صالح والعمل لصالح الكيان الإسرائيلي. بالتالي هناك قوانين وأعراف دولية زي قرار 181، قرار 242، 338، قرار حق العودة 194. جميع هذه القوانين والأعراف موجودة بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة وبال. يعني هل علينا أن نرجع لهذه؟ علينا بداية أن نتحدث إلى جميع الدول الموقعة على جميع المواثيق والأعراف الدولية بحث دولة الاحتلال على التراجع عن هيك قرارات، عمل حملات عالمية تعري الاحتلال أمام العالم، والعالم يعرف ما هو حقيقة الاحتلال، ولكن هناك دعم أمريكي متزايد لهم من أجل صحيح. نحن نعرف أمريكا تريد خلق عالم جديد وإسرائيل هي أداتها بالمنطقة، بالتالي هذا التزاوج بينهم يؤدي إلى صعوبة الحال. كمان يجب علينا أن نطالب ونحث الدول الموقعة على المواثيق الدولية بأن لا تستكفي بالشجب والاستنكار وإبداء القلق والحزن، عليها أن تأخذ إجراءات عملية على الأرض من أجل إيجاد حل القضية الفلسطينية. بالفعل أستاذة هالة، يعني ما تشير به بإشار هذا الدور بالضغط على الدول الموقعة لهذه القانون ربما للعمل بها ونتحدى قرار القومية، هل يقع دور أيضا فقط على الحقوقيين أو القانونيين، أم هناك دور يقع على مسؤولية المواطن الفلسطيني؟ المواطن الفلسطيني لن يتأخر في حال دعية أو نودية من أجل الاحتجاج، والدليل على ذلك اليوم ما هناك نداء من منطقة 48 بالإضراب الشامل، فالإضراب سيشل جميع مرافق الحياة ويكون القرار فلسطيني لأول مرة، فلسطينية 48 ضفة غربية وقطاع غزة، فبالتالي وحدتنا، خلينا نرجع نقول وحدتنا هي الأساس بذلك. يعني أنا كثير اليوم بغض النظر عن صعوبة الحدث، ولكن كثير أنا بعبر عن عدم استيائي وانبساطي لما يحدث، إنه القرار اليوم فلسطيني جامع من أجل الالتزام بهذا الإضراب. صحيح، يعني إحنا ما نضمن هو وحدة البيت الداخلي لكي نستطيع ننهض بكل قضايانا ونتحدى كل القرارات يعني الهمجية ضد الشعب الفلسطيني. أيضا يعني أستاذة هالة، يعني في الأدوار الكبيرة التي تقع على دوركم كقانونيين للمطالبة بعدم تنفيذ هذا القرار، أيضا بدور يقع على التربية والتعليم على المدارس بتوعية الأطفال ماذا يعني هذا القانون بمدى خطورته، أيضا للفلسطينيين في الداخل المحتل بعدم تطبيق ما سيحدث عليهم أو بالإجبار، كيف سيكون هذه المرحلة؟ أنا هنا من هذا المنبر تلفزيون فلسطين التلفزيون الوطني أخاطب جميع المواطنين والمدرسين والمدارس والجامعات أيضا ليس لديهم الوعي الكافي في هذه الأمور أن يخصصوا حصة أو محاضرة بالتأكيد. من أجل تسليط الضوء على هذا القانون وتوضيح مدى خطورته في الوجود الفلسطيني كوجود. نحن لا نريد إنهاء وإقصائنا وتهميشنا كفلسطينيين على الأرض الفلسطينية كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية. من يعتقد أن هذه الأرض كانت في يوم من الأيام لصالح الهنود الحمر والآن هي دولة أمريكية كبيرة؟ نحن لا نريد إقصاء القضية الفلسطينية وتذويبها لصالح الاحتلال. بالفعل يعني هذا ما نريده يعني لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. أستاذة هالة، يعني كما أشرتي إلى مدى خطورة هذا القانون ومدى يعني خطورة تطبيقه على أرض الواقع، يلزمنا الكثير لكي نتحدى هذا القرار. ماذا يستلزم على كل القيادة الفلسطينية وأيضا بالذات القانونيين للمطالبة بعدم تنفيذ هذا القرار؟ هنا يجب العمل على أكثر من مستوى، دعينا نقول على المستوى الرسمي هناك
على الحكومة أن تتصدى لهذا القرار من خلال دورها المنوط فيها والتوجه إلى الأمم المتحدة والاستنكار هذا القانون. دور مؤسسات العمل الأهلي وخاصة منظمات حقوق الإنسان بإصدار بيانات وتوضيحات وزيادة الوعي لدى الجمهور حول خطورة هذا القانون. على المستوى المجتمعي، على جميع الأفراد المجتمع وحتى الناس المهمشة إدراك مدى خطورة هذا، بالإضافة إلى العمل على المستوى الإقليمي والمستوى العربي من خلال جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، المنظمات مختلفة حول دورها في وقف العمل في هذا القانون، بالإضافة إلى على المستوى الدولي مخاطبة زملاء الفلسطينيين والمتضامنين الفلسطينيين والموقعين على الاتفاقية لصالح الفلسطين في العمل والحث على إنهاء هذا. لكن كما تعلمين أنه في شهر مايو أيار السابق الكنيسة أقر القانون، نعم، فبالتالي يعني تراجع عنه راح يكون كثير صعب، نعم، يعني في ظل وجود يمين مهيمن. اليوم نحن في شهر يعني شهر سبت وانا ندخل على شهر اكتوبر، يعني نحن الاشهر تسير ونحن لا يعني لا بحاجه الى نهوض اكثر في هذا القانون. لو برايك ما ذكرتين من المؤسسات والمنظمات الدوليه، لو استغلنا هذا الموقف بعرض انتهاكات الاسرائيل والاجراءات القمعيه التي كل يوم يعني تقوم بها ضد الفلسطينيين الابرياء، لو هذه الجرائم بكشفها وفضح اسرائيل امام العالم في الوقت الذي تقر فيه قانون القوميه. شوفي، المنظمات الحقوقية وكذلك السلطة الوطنية الفلسطينية توجهت إلى محكمة الجنايات الدولية بملفات تتعلق بالعدوانات الإسرائيلية على الفلسطينيين وخاصة العدوانات الأخيرة على قطاع غزة، بالإضافة إلى المستوطنات والتوسع الاستيطاني. كذلك توجهت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى محكمة لاهاي الدولية، ولكن هذه الإجراءات تتخذ وقت طويل، بالتالي يجب أن لا نقف عن ذلك، نستمر في فضح إسرائيل وانتهاكاتها أمام العالم. يعني بالتأكيد يعني أستاذة هالة، يعني نحن نثق تماما بقيادتنا الفلسطينية وأيضا بأبناء شعبنا الفلسطيني برفضه التام لهذا القرار. ربما في ختام حديثنا اليوم أستاذة هالة، هل ستكون الرسالة أيضا لكل العالم أم لكل شعبنا الفلسطيني؟ الرسالة ستكون فلسطينيا وعالميا مدوية، نعم، ان هذا احتلال احلالي منذ بدايته. الخان الاحمر ليس البداية، شارون في بداية السبعينات جرف شوارع كثيرة في مخيمات فلسطينية في قطاع غزة وهجر سكانها الى منطقة العريش، بالتالي هذه ليست البداية، نعم، يجب التصدي لهكذا عدوانات، لانه اعتبر هذا القانون اكثر القانون الاكثر عنصرية في تاريخ القضية الفلسطينية. إن شاء الله ينتهي هذه كل القرارات. شكرا جزيلا لك أستاذة هالة القشاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير. يعني رغم كل شيء ورغم كل هذه القرارات العجهية، سيتحدى الشعب الفلسطيني كل هذه المؤامرات. نحن باقون هنا ما بقي الزيتون والزعتر. لهنا كن وصلنا لختام هذه الفقرة، بالعودة إلى استديوهاتنا في رام الله واستكمال مشروع فلسطين هذا الصباح مع فرح وعلاء. يسعد صباحكم من جديد. شكرا لك زميلتنا بيداء معمر، كنت معنا من استودياتنا في قطاع غزة. ونتابع في هذه الجولة الصباحية الخاصة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتكررة بحق العاصمة المحتلة، زاوية خاصة نتوقف فيها مع زميلنا محمد عبد ربه الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، يحدثنا في تفاصيل أكثر عن اعتداء المستوطنين يوم أمس على المواطنين الذين كانوا متواجدين في سوق المصرارة بالقدس. صباح الخير مراسلنا في القدس المحتلة محمد عبد ربه، يسعد صباحك. صباح الخير. ضعنا في صورة الأحداث التي صارت بالأمس واعتداء المستوطنين على التجار والمواطنين في حي المصرارة في القدس القديمة. بداية على نبدأ بالاقتحامات المتجددة لباحات المسجد الأقصى منذ حوالي ساعة أو أقل من ذلك. الاقتحامات استؤنفت قبل قليل من قبل مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، بعدما كنا شاهدنا يوم أمس اقتحامات مماثلة شارك فيها أكثر من 600 عنصر متطرف من هؤلاء استباحوا المسجد الأقصى المبارك
بالتزامن مع صدور أوامر إبعاد عديدة لنشطاء مقدسيين، بعضهم يقطن بجوار المسجد الأقصى وبعدوا لفترات تصل إلى 6 شهور. فيما يتعلق بما حدث الليلة الماضية وفجر اليوم في البلدة القديمة وحي المصرارة أو سوق المصرارة إلى الغرب من باب العمود، أعداد هائلة من المستوطنين كانت بدأت اعتداءاتها على المواطنين في البلدة القديمة خاصة في شارع الواد، بعد أن غادروا ساحة البراق في مسيرات عربدة تخللها اعتداء على ممتلكات المواطنين وعلى المواطنين أنفسهم. وحدثت ذروة الاعتداءات في سوق المصرارة حيث حطم المعتدون مركبات مواطنين ومحال تجارية واعتدوا على المواطنين أنفسهم ما أوقع عديد الإصابات. قوات الاحتلال التي تواجدت بكثافة في البلدة القديمة وفي سوق المصرارة لم تتدخل إلا بعد أن هب المواطنون للدفاع عن أنفسهم، حيث ألقت باتجاههم قنابل الغاز والصوت، فيما كان المستوطنون المعتدون يواصلون ارتكاب جرائمهم بحق المواطنين وممتلكاتهم. نعم. هذا العدوان على الذي شهدناه الليلة الماضية وفجر هذا اليوم تواصل حتى ساعة من الآن، حيث شهدنا مزيدا من المسيرات وهناك أعداد كبيرة تتجمع في منطقة ساحة البراق للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى. نعم. ما نود الإشارة إليه أخيرا في هذا الشأن هو أنه منذ احتفالاتهم بما يسمى عيد العرش شارك أكثر من 3000 مستوطن في هذه الاقتحامات، وهناك دعوات لمزيد من هذه الاقتحامات خلال الأيام القليلة القادمة أيضا. محمد، نتحدث قليلا عن الأجواء العامة في العاصمة المحتلة مع هذا الإضراب الشامل الذي يعم البلاد، نتحدث أكثر من ناحية أمنية، هل هناك انتشار لشرطة الاحتلال لقوات الاحتلال استعدادا لمواجهة هذا اليوم ولمواجهة المواطنين وخروجهم بمسيرات رفضا لقانون القومية العنصري؟ هذا صحيح، كما ذكرت بداية منذ بدء احتفالاتهم بعيد العرش البلدة القديمة تحولت إلى سكنة عسكرية خاصة في المسارات التي يسلكها المستوطنون المتطرفون، وبالتالي ما نشهده منذ ساعات الصباح، كنا قبل قليل في منطقة المصرارة وأيضا حيث نتواجد في منطقة باب العمود، الانتشار كبير هناك خاصة في حارات البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى، وهناك إجراءات أخرى غير مرئية، نحن نتحدث عن مئات كاميرات المراقبة التي نصبتها سلطات الاحتلال في عموم البلدة القديمة، وهناك نشر أيضا لعناصر أمنية باللباس المدني، مثل هذه العناصر بدأت تتكثف خاصة في ساحات البراء في ساحة المسجد الأقصى المبارك، حيث تراقب المواطنين وتطاردهم وتمنعهم من الاقتراب من المستوطنين المقتحمين. شاكرين لك مراسلنا في العاصمة المحتلة القدس محمد عبد ربه، ونتمنى السلامة العامة لأهلنا وأخوتنا المرابطين في العاصمة القدس، ومستمرين متواصلين معكم في محطات برنامجنا الصباحي لليوم. نعم. وقفة قانونية خاصة نتحدث فيها عن مقاضاة دولة فلسطين للولايات المتحدة على خلفية نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، أيضا مقاضاة الاحتلال بجميع جرائمه الذي يرتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين، أيضا قانون القومية العنصري الذي أقره الكنيسة الإسرائيلي في تموز الماضي، تفاصيل عديدة نخوضها مع عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشل الذي ينضم إلينا في الاستوديو. صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح الخير لكم ولكافة السادة المشاهدين على شاشة تلفزيون فلسطين. يسعد صباحك أمجد. مبدئيا نبدأ من قانون القومية العنصري والمحطات القانونية التي تتعلق بهذا القانون. نعم، يعني بداية صباح الخير كمان مرة، وصباح الخير لأهلنا تحديدا في مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، الصامدين المرابطين داخل مدينتنا الحبيبة. أيضا أسعد الله صباح كافة شبابنا و شاباتنا المرابطين أيضا داخل الخان الأحمر المهدد
بالهدم والمهدد لأن يتعرض لجريمة تكاد تصل قانونيا إلى جريمة حرب. في معرض الإجابة على سؤالكم، حقيقة أن هذا القانون هو ليس بالقانون الجديد الذي حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاصة الحكومات اليمينية المتطرفة أن تمرره. هذا القانون طرح بالعام 2011 على الكنيسة الإسرائيلي واحتاج إلى 7 أعوام كي يتم إقراره، وتم إقراره مؤخرا بمعارضة 55 نائب إسرائيلي بما يسمى بأعضاء الكنيسة الإسرائيلي، وامتناع نائبين من التصويت وموافقة باقي أعضاء الكنيسة حتى صار إلى تطبيق وتمرير هذا القانون. حقيقة الأمر أن بداية يعني خلينا نربط شيء كثير مهم في بعض. جميعنا بنعرف بالتاريخ بأن الولايات المتحدة الأمريكية كدولة معاصرة عند بداية النشأة ارتكب الخارجين عن القانون الذين أسسوا الولايات المتحدة الأمريكية جرائمهم ومجازرهم بحق السكان الأصليين الهنود الحمر. المفارقة أو الشراكة في هذا الموضوع بأن قانون القومية الإسرائيلي هو يريد أن يصل إلى يهودية الدولة لتفريغ أي ديانة أو قومية أخرى من داخل دولة إسرائيل كما يسموها، نحن نعتبرها دولة الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هذا القانون هو قانون عنصري بامتياز، حتى أنه تفوق على كافة القوانين العنصرية التي كانت إبان الفترة النازية أو الفاشية أو حتى في جنوب إفريقيا، بحيث أنه أصبح قانون. والمفارقة أيضا بأنه عند قيام وإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا القانون يعارض أهم مبادئها، حيث أن إسرائيل عندما أسست جاءت على أساس أنها دولة ديمقراطية وأنها تتعهد بالمساواة والحقوق المتساوية بين جميع المواطنين والرعايا. في إقرار هذا القانون يعني أنك تتعامل مع من هو غير يهودي على أنه مواطن درجة ثانية أو ثالثة، فهذا الموضوع يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة القوانين الدولية بشكل عام وقرارات الأمم المتحدة. من الناحية القانونية السياسية أيضا إسرائيل أرادت في تمرير وتطبيق هذا القانون هو إلغاء القرار 194 القرار الأممي 194 القاضي بحق العودة وحق التعويض للاجئين الفلسطينيين، فهي أرادت أن توقف هذا القانون. بعتقد بأن قانون القومية الإسرائيلي وتطبيقه وتنفيذه في هذه المرحلة هو يأتي بالتزامن والتسوق مع ما يسمى أو مع طرحته الإدارة الأمريكية الحالية فيما يسمى بصفقة القرن، والتي أكدت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفضه لهذه الصفقة ووقوفنا جميعا أمام رفض هذه الصفقة. وأعتقد بأن سيادة الرئيس تحدث في خطابه بالأمم المتحدة، وهذا مسألة مهمة كثيرا، أعتقد أنه مش الكثير دقق في هذا الموضوع، هو حقيقة أنا أفضل من يتحدث ويجيد محاربة الحركة الصهيونية العالمية هو سيادة الرئيس. في خطاب السيد الرئيس في هيئة الأمم المتحدة قبل يومين تحدث عن قانون القومية الإسرائيلية من ناحيتين، من الناحية التاريخية ومن الناحية القانونية، بحيث أنه قام بتعرية هذا القانون وفضح ممارسات دولة إسرائيل. أنت عندما تتحدث أمام أكثر من 100 دولة عالمية حول جرائم إسرائيل وحول أن إسرائيل تريد تطبيق قانون كقانون العنصرية كقانون القومية الإسرائيلي بهذه الطريقة، فأنت فعليا أوصلت رسالة إلى العالم بأن هذه الدولة التي كان لفترة طويلة الأوروبيين والأمريكان والدول العالم المتحضر يتعامل معها على أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط أنها لم تعد دولة ديمقراطية، وعلى العكس تماما هي دولة عنصرية وبكل امتياز. أستاذ أمجد، هناك العديد من الأمور التي تفضلت بذكرها ونود الوقوف عندها بالتفصيل، ولكن اسمح لنا أن نتابع الأجواء من مدينة نابلس مع هذا الإضراب الشامل الذي يعم البلاد رفضا لقانون القومية العنصري. ينضم إلينا من هناك مراسلنا بكر عبد الحق. صباح الخير بكر. صباح الخير بكر. صباح الخير فرح، صباح الخير علاء، صباح الخير لأبناء شعبنا. نعم، عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة هنا في محافظة نابلس، وشمل الإضراب الحياة التجارية والحياة المؤسساتية والحياة التعليمية وكذلك الأمر الجامعات منذ هذا الصباح. التزام تام من قبل المواطنين بهذا الإضراب الذي يأتي في خطوة موحدة بجماعة أبناء شعبنا في
المحافظات الشمالية والجنوبية، وكذلك الأمر في الأراضي المحتلة عن 48 وفي الشتات، رفضا لقانون القومية العنصري الذي يعد محاولة احتلالية جديدة لنفي وتهويد الهوية الفلسطينية وسلب الأرض من أصحابها. محافظة نابلس على أكثر من محور تقاتل في عديد القضايا، وهي تستجيب لمختلف المستجدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، في مقدمتها السياسة الأمريكية الجائرة بحق الملف الفلسطيني والقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، قضية القدس، كذلك الأمر قضية الخان الأحمر. صباح هذا اليوم هناك دعوة من حركة فتح في محافظة نابلس للتوجه إلى الخان الأحمر للرباط في تلك القرية المهددة بالهدم والمهددة والمهددين أهاليها بالتهجير قصرا. وكذلك الأمر أطلق أمس حملة الخان الأحمر لقطاف الزيتون في المحافظات الشمالية من مقر محافظة نابلس، حيث وزع على المزارعين مساعدات عينية إذانا بإطلاق هذه الحملة بحضور محافظ نابلس وممثلي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالإضافة أيضا إلى العمل في المراحل القادمة على يعني تشكيل أو تجميع المتطوعين و توجيههم باتجاه الأراضي المتاخمة للمستوطنات والتي تتعرض عادة لاعتداءات المستوطنين لمساعدة المزارعين في قطاف ثمار الزيتون. هذا اليوم أيضا كان هناك دعوات من قبل مؤسسات محافظة نابلس لحشد كافة الطاقات صوب الخان الأحمر، وذلك دعما لصمود الأهالي في هذه المنطقة. هذه هي الأجواء هنا في محافظة نابلس. فرح وعلاء، شكرا جزيلا لك زميلنا بكر عبد الحق، انت معنا من نابلس، وبالتاكيد سيكون لنا وقفات عديده مع شبكه مراسلينا المتواجدين في مختلف المحافظات. مكملين فرح مع ضيفنا امجد والحديث عن الجوانب القانونيه التي تدين فيها كونكم نقابه محامين، وايضا الرساله التي تتشاركون فيها مع النقابات القانونيه ونقابات المحامين العربيه والعالميه. يعني لا شك انه نحن كنقابه محامين فلسطينيين منوط بنا بالدور الأساسي هو العمل القانوني البحت، لكن بواقع الحال أننا كنقابة محامين متواجدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا نستطيع أن نفصل بين العمل القانوني الصرف والعمل الميداني في مواجهة إجراءات المحتل، الجرائم المستمرة يوميا بحق أبناء شعبنا. حقيقة أنه إحنا لدينا ثلاثة أمور نعمل بها بشكل رئيسي منذ عام تقريبا ولغاية اليوم الحالي. العامل الأول وهو تقوية الجبهة الداخلية داخل المحامين أنفسهم من حيث توعية المحامي الفلسطيني وزيادة اهتمامه بالشأن الدولي والقوانين الدولية، لأنه زي ما بنعرف أنه مش كل المحامين الفلسطينيين لديهم الخبرة الكاملة والكافية في مسائل المحاكمات الدولية والقرارات الدولية والقوانين الدولية بشكل عام. فعكفت مجلس نقابتنا على زيادة الوعي وزيادة التمكين للمحامي الفلسطيني في القضايا الدولية وكيفية إنشاء أو مقاضاة وكيفية العمل أمام المحاكم الدولية بكل أشكالها وأنواعها. النقطة الثانية بأننا نتعامل بقضايا وطنية بحت، حيث أننا كنقابة محامين فلسطينيين لا نفصل أنفسنا عن القضية الوطنية الأم، القضية الفلسطينية، ونتحدث بها دائما وأبدا وبشكل مستمر، سواء أمام الضيوف الذين يأتون إلى مقر نقابتنا عربا أو أجانب، أو أمام كافة المحافل التي نحن نتوجه إليها في المشاركة في مؤتمرات عديدة لنقابات المحامين. والنقطة الثالثة هي الجانب القانوني الدولي، حيث أننا دائما وأبدا نقوم بإجراء عدد من المراسلات الدولية التي من شأنها أن تفضح الممارسات الإسرائيلية وتحديد الثغرات أين تقوم إسرائيل بمخالفة القوانين الدولية والقرارات الأممية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. نعم أستاذ أمجد، نتوقف مع مقاضاة فلسطين للولايات المتحدة بشأن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، هذه القضية اللي قدمتها وزارة الخارجية الفلسطينية، قانونيتها، ماذا يحق للفلسطينيين، هذه الخطوة ماذا ستنفذ أيضا للفلسطينيين حتى وإن لم يحكم لفلسطين كما اعتدنا من المجتمع الدولي أن يدين وينكر، ولكن ليس هناك أي أفعال على أرض الواقع، ولكن هذه الخطوة مجرد اتخاذها أمام المجتمع الدولي ماذا تعني؟ خطوة جريئة بامتياز وخطوة شجاعة حقيقة، وتوجه سليم وكبير للقيادة الفلسطينية ويسجل للقيادة الفلسطينية ابتداء. حقيقة الأمر أولا أنا يعني أتوجه بالتحية لمن أشار على القيادة الفلسطينية بأن تتوجه إلى محكمة العدل الدولية
لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية وليست الجنائية الدولية. احنا دائما للأسف الشديد بعض الساسة عندنا يتكلمون بأنه يجب التوجه إلى الجنائية الدولية، الجنائية الدولية. ليست كل القضايا يمكن أن تطرح أمام الجنائية الدولية، هناك قضايا أيضا تختص بها محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية في لاهاي هي محكمة مؤسسة وناشئة عن هيئة الأمم المتحدة نفسها. بالتالي وإحنا لدينا سابقة فلسطينية في قضية الجدار، وعندما حصلنا في العام 2004 على القضية أو القرار التفسيري لمحكمة العدل الدولية التي أكدت في قرارها بأن هذا الجدار جدار مرفوض وجدار يخرق الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبالتالي اعتبرته جدار فصل عنصري يجب إزالته. هذا القرار بذهاب القيادة الفلسطينية لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بعتقد إنها مسألة ليست بالهينة، خاصة أن أنت بتتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتقول لك إحنا أم الديمقراطية في العالم، وإحنا اللي بنحمي حقوق الإنسان في العالم، وإحنا اللي بنحارب كل الدول التي تضطهد حقوق الإنسان وترتكب جرائم حرب. لما أنت بتذهب لمقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بهاي الطريقة وأمام هذه المحكمة تحديدا، فأنت بعتقد بأنك خلينا نقول جرحتها أو عريتها. والدليل على ذلك أنه بولتون المستشار الأمريكي تحدث عدة مرات حتى وصل به الأمر الفظاظة خلينا نسميها، إلا أنه أراد أو أنه قرر أن يمرر قانون اقتحام المحكمة الدولية إذا ما قررت احتجاز جنود أمريكيين. يعني هذا كمان مسألة يعني بعتقد أنه يجب تسليط الضوء عليها بشكل أكبر وأخطر، لأنه هم كمان بتحدثوا عن محاكم دولية. هذه المحكمة تأخذنيش بهالكلمة ليست محكمة وطنية فلسطينية، هاي محكمة دولية تضم خيرة القضاة الدوليين، تضم أكثر من 132 دولة بالعالم ودول ذات سيادة إلها وضعها وإلها مكانتها وإلها مركزها القانوني. لما أنت كولايات المتحدة الأمريكية بتيجي بتنظر لهاي المحاكم على إنها محاكم يعني إنه أنا عندي استعداد إني أقتحمها وأخترقها، و يعني أعتقد إنه إحنا أصبحنا نتعامل مع إدارة تتحدث بشريعة الغاب وقانون الغاب. يعني لم تعد إدارة تختلف كثيرا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي يمارسها يوميا بحق شعبنا الفلسطيني. أمجد احنا متواصلين معكم مكملين وبجولة مراسلين أيضا متواجدين في كل مناطق الوطن، وأيضا استمرار الإضراب الشامل الرافض لقضية القانون القومية العنصري وأيضا صفقة القرن. معنا من طول كرم إيهاب الضميري، حدثنا أكثر عن أجواء الإضراب الذي يسود محافظة طول كرم. صباح الخير إيهاب. صباح الخير علاء، صباح الخير فرح، صباح الوطن الجميل والقدس العاصمة. بالفعل في طول كرم عم الإضراب الشامل كافة مناحي الحياة وأهمها القطاع التجاري، حيث نحن الآن متواجدون على الشارع الرئيسي في مدينة طول كرم. إن كنتم تشاهدون يعني في هذا الشارع المحلات أغلقت أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر، أيضا هناك التزام كبير من أبناء شعبنا في محافظة طول كرم بهذا الإضراب. كافة المؤسسات أغلقت أبوابها استجابة لدعوة الفصائل والقوى الوطنية لهذا الإضراب، ورفضا لقانون القومية العنصرية الذي أقرته الكنيسة الإسرائيلية، وأيضا دعما لأبناء شعبنا في قرية الخان الأحمر بوابة القدس الشرقية. بالتالي هذا الإضراب الذي بدأ منذ ساعات الصباح سيستمر طيلة هذا اليوم، طيلة ساعات هذا اليوم، وهو إضراب وكرسالة يريد هنا أبناء شعبنا في محافظة طول كرم أن يقولوها معلنين تضامنهم ومساندتهم للخان الأحمر، وقبل ذلك الرفض الكامل لقانون العنصرية أو قانون القومية العنصرية عفوا. وهي رسالة متواصلة ومستمرة وتؤكد على التحام أبناء شعبنا بالقيادة نحو تحقيق حلمنا بالدولة والقدس العاصمة. وهنا يعني منذ ساعات الصباح وكنا قد قمنا بجولة، كانت المؤسسات قد أغلقت أبوابها ما عدا يعني الصيدليات والمخابز للضرورة، وبالتالي هذا يؤكد على الالتزام الكامل الذي يلتزم به أبناء شعبنا هنا، حيث كما قلت هذا الإضراب عم كافة مناحي الحياة من المواصلات، من المؤسسات، من المحال التجارية. وبطبيعة الحال ما حدا يعني كانت هنا خروج المواطنين، وبالتالي المواطنون الذين يخرجون من أجل يعني حتى
تفقد بعض القضايا. الكل ملتزم والكل يؤكد أنه سيواصل التزامه في هذا الموضوع. يعني هذا بشكل عام علاء وفرح، ما طبيعة الإضراب الذي عم محافظة طول كرم، عم حتى محالها جميعا، وبالتالي نحن نتحدث عن إضراب متواصل خلال هذا اليوم. شكرا كثير لك إيهاب ضميري مراسلنا في محافظة الكرم ومدينة الكرم، ومكملين فرح بفقرتنا. نعم، نتابع حديثنا مع الأستاذ أمجد الشلع عضو في مجلس نقابة المحامين. كنا نتحدث عن الخطوات التي تتخذها فلسطين رسميا لمواجهة الاحتلال والولايات المتحدة. أتوقف عند مطالبة ورسالة رسمية وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دكتور صائب عريقات هذا اليوم إلى غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، طالب فيها الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل كدولة تنتهك حقوق الأطفال في تقريرها حول الأطفال. وكان هناك إدانات من مجلس حقوق الإنسان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لكل ما يحدث في الخان الأحمر، لكل ما يحدث في فلسطين أيضا. بالتالي هذه الخطوات إن عززناها وإن تكررت وإن كانت عقب بعضها البعض سلسلة من الإجراءات تتخذها دولة فلسطين، الضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية إلى أي مدى يهم؟ شوفي، من لا يعتقد بأن دولة إسرائيل ومن خلفها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية زي ما نحكي هم محطوطين الآن في الزاوية ومعزولين دوليا هو مخطئ وواهم. دول العالم اليوم قد تتعامل مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لمجرد أنها مضطرة للتعامل معها، لكن حقيقة الأمر بحنكة القيادة الفلسطينية تحديدا ممثلة بسياسة السيد الرئيس من 7 أعوام 8 أعوام بالقتال على المستوى الدولي ومواجهة إسرائيل دوليا، استطاعت أن تنجح في الوصول إلى عزل إسرائيل حتى لو لم يكن المواطن الفلسطيني يلمس ذلك. لكن حقيقة الأمر نحن في نقابة المحامين على سبيل المثال عندما كنا نخرج إلى دول عالمية بحضور مؤتمرات دولية قانونية مع محامين دوليين، كنا نلمس ونلاحظ بأنه فعلا إسرائيل وصلت إلى درجة أنها أصبحت دولة مكروهة لدى هذه الدول. يعني أحد المؤتمرات شاركنا بها شارك بها أكثر من 70 ممثل من نقباء المحامين على مستوى 70 دولة. تقريبا الجميع أجمع وتحدث بكل صراحة بأن هذه الدولة لا تحترم الإنسانية، هذه الدولة أصبحت عدوة للإنسانية بشكل عام، أصبح العالم يتعامل معها وكأنها دولة أصبحت عبء على المجتمع الدولي. فحقيقة على العكس تماما، مسألة ما توجه به الدكتور صائب عريقات كأمين سر اللجنة التنفيذية للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان في أحد المرات وصلت به الأمر إلى تجميد عضوية دولة إسرائيل داخل مجلس حقوق الإنسان. يعني أنت حقيقة عمالك بتسجل مواقف دولية كبيرة جدا داخل المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب القانونية والحقوقية اللي إلها علاقة ذات شأن وصلة بمواضيع حقوق الإنسان والقوانين الدولية. لأنه اليوم الدول المعاصرة والمجتمعات الحديثة أصبحت لا تستوعب أن يكون هناك دولة في القرن 21 تتعامل بالطريقة التي تتعامل بها دولة إسرائيل مع شعب محتل، قتل أطفال، تهجير. اليوم إسرائيل يعني كما سمعنا بالإعلام بالأمس أنه ساعات ستصل إلى هدم الخان الأحمر. كل هذه القضايا وكل هذه المواضيع أعتقد بأنه من شأنها أن تزعزع مكانة إسرائيل أكثر وأكثر داخل العالم ومن خلفها أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ أمجد الشلة عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، شاكرين لك تواجدك وشاكرين لكم كل ما تقوموا فيه لإعلاء الحق الفلسطيني أمام المحافل الدولية أيضا. بالتأكيد، شكرا لك ولهذه المعلومات. ومنتابع في جولتنا الصباحية الخاصة برفض قانون القومية العنصري والفعاليات من الداخل. نعم، إلى سلام شرقي المتواجدة معنا في الداخل المحتل والحديث عن فعاليات الإضراب الشامل التي أيضا بدأت من الداخل وبدعوة من اللجنة العليا في 48. صباح الخير سلام. صباح الخير سلام. صباح الخير علاء وصباح الخير فرح، يسعد صباحك وصباح كافة المشاهدين. سلام، صورة الوضع لديكم في داخل التحضيرات لهذا اليوم، المسيرات التي ستنطلق في مختلف مدن الخط الأخضر وهذا الرفض الواسع من جميع محافظات الوطن لقانون القومية العنصري.
هذا الإضراب اليوم 11/2018؟ نعم بالفعل، نحن ننضم إليكم من بلدة عرابي في منطقة البطوف في جليل داخل الخط الأخضر، ونحن نتواجد تحديدا أمام النصب التذكاري لشهداء هبة أكتوبر، هبة القدس والأقصى التي قدم فيها الداخل 13 شاب من أبنائه ضحية وفداء للقضية العادلة أيضا. واليوم وفي هذا العام يتم إحياء الذكرى بفعاليات مهيبة خلال النهار، ابتدأت الآن في زيارة الأضرحة وسوف تستمر ويعني تسير إلى كافة البلدات التي قدمت أبنائها شهداء، ومن ثم إلى مسيرة مركزية وإضراب عام وشامل طبعا في الداخل الفلسطيني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن إحياء الذكرى في هذا العام، وعن قانون دولة القومية اليهودية والذي يأتي في ظل إحياء هذه الذكرى، نتحدث مع السيد مسعود غنايم عضو القائمة المشتركة. يسعد صباحك سيد مسعود، يعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين. إذن هذا العام يتم إحياء الذكرى، نحن الآن نتواجد في مدينة عرابي، حدثني أكثر عن برنامج اليوم وكيف تحيا الذكرى في هذا العام. يعني أولا إحياء هذه الذكرى لهذه السنة هو مميز، على اعتبار أن هذه الذكرى تتزامن مع سن قانون القومية اليهودية العنصري والتهميشي والإقصائي لنا كعرب فلسطينيين في كل أماكن تواجدنا. لذلك الفعاليات والنشاطات كانت مميزة، المميز فيها أنه لأول مرة يتم الإعلان عن الإضراب في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، بمعنى العرب الفلسطينيين في الداخل وكذلك العرب الفلسطينيين تحت الاحتلال بحدود عام 1967. وحدة الشعب الفلسطيني هذه المرة هي جاءت للرد على تحدي قانون القومية اليهودية الذي يطال كل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وشرعية وجودنا على أرضنا وفي وطننا. بطبيعة الحال نحن أمام ذكرى الشهداء الذين استشهدوا، يعني في الداخل استشهد 13 شهيدا. رصاصات الغدر والقتلة الذين اغتالوا شبابنا هم بالتالي كانوا معبئين بعقلية قانون القومية اليهودية، بمعنى أنه قانون القومية اليهودية هو يعبر عن عقلية الأسياد، بمعنى أنه يقول أن أسياد هذه الأرض هم اليهود، أن الشرعي في هذه البلاد هو اليهودي، أما العربي فهو غريب وهو غير شرعي. لذلك المسافة قصيرة بين من يحمل هذه العقلية ويقصيني معنويا وسياسيا وثقافيا وقوميا، وبين من يلغي حقي في الحياة. لذلك القوات الأمن وأفراد الأمن الذين اغتالوا شبابنا هم بالتالي اغتالوها بناء على شرعية سلوكهم وتصرفهم القومي الأمني الذي يعبر عنه اليوم قانون القومية اليهودية. وملاحظة أخرى، بالتالي نحن في الداخل الفلسطيني نعيش أجواء أيضا انتخابية، وهنا لدي رسالة فيها كثير من العبرة لأهلنا في الداخل الذين يعيشون سخونة وحرارة الجو الانتخابي. أقول لهم إن رصاصات الغدر التي اغتالت أبنائنا عام 2000 لم تفرق، لم تسألهم لأي عائلة ينتمون أو لأي حزب أو لأي حركة أو لمن سيصوتون، هم أبناء شعب عربي فلسطيني واحد وموحد، ويجب أن نبقى كذلك. وبخصوص البرنامج الذي يعني ينطلق اليوم، انطلق الآن وسوف يستمر في فعاليات أخرى، لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل هذا البرنامج. يعني البرنامج بالإضافة إلى الإضراب، هناك زيارة أضرحة الشهداء أو النصب التذكارية للشهداء. بدأنا من الشمال على اعتبار أن المسيرة المركزية حول الساعة 4:30 أو 5 ستكون في قرية جد في المثلث. بدأنا في عرابة، بعد ذلك إلى سخنين، بعد ذلك كفر مندا وكفر كنا والناصرة، ومن ثم إلى أم الفحم ومعاوية، ومن ثم إلى جد. هذه مسيرة وقافلة الشهداء جاءت لتقول أن الشعب الذي يريد الحياة لا ينسى شهداءه الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن هوية هذه الأرض ودفاعا عن المقدسات. وهل من المتوقع أن يتم الالتزام في هذا الإضراب؟ يعني ذكرى هبة أكتوبر هي ذكرى مهمة جدا للداخل وتحمل معاني كثيرة، كيف متوقع أن يتجاوب الداخل مع هذه الدعوة؟ يعني حتى الآن ما لمسناه على أرض الواقع على الأقل هنا في الشمال أن هناك التزام في الإضراب، وأن الناس على قدر الوعي والمسؤولية باللحظة التي يعيشونها، وخاصة كما قلت على ضوء قانون القومية اليهودية وعلى ضوء أهمية هبة القدس والأقصى وارتقاء الشهداء. لذلك من المتوقع أن ينجح الإضراب، وأنا أدعو الجميع إلى إنجاح المسيرة المركزية التي ستكون في قرية جد في المثلث بعد العصر حوالي 4:30 أو 5.
سيد مسعود غنايم عضو القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا الحديث ببث حي ومباشر من بلدة عرابي. وكما شاهدتم يعني الآن قامت لجنة المتابعة وأعضاء الكنيسة العرب والقوى السياسية في الداخل بزيارة لضريح الشهداء هنا في بلدة عرابي التي قدمت 3 من أبنائها شهداء. الآن تنطلق الكوكبة إلى سخنين ومن ثم كفر كنا الناصري أم الفحم وغيرها من البلدات التي كان أبناؤها شهداء القدس والأقصى في العام 2000، وبالطبع بالإضافة إلى الإضراب العام والشامل الذي تلتزم به حتى الآن كافة المدارس وجهاز التربية والتعليم العربي داخل الخط الأخضر، المحال التجارية والمرافق الحياتية أيضا حتى الآن تلتزم، ومن المتوقع التزام كبير نسبة لما يحمله وما تحمله هذه الذكرى من معاني وأهمية لداخل الخط الأخضر الذي لا ينسى شهدائه 13 الذين ضحوا بأرواحهم فداء للقضية العادلة. ويسعد صباحكم مشاهدينا. يسعد صباحك سلام، كنت معنا من عرابة البطوف في الداخل المحتل، شاكرين لكم ونتمنى إن شاء الله أنه هالحراك ممكن نحكي وهالإضراب الشامل يوصل برسالته لكل العالم من عرابة البطوف إلى جنين. نعم، بنضم لنا من هناك الزميل أحمد نزل ليطلعنا على صورة الوضع في جنين. صباح الخير أحمد. صباح الخير لكم وللسادة المشاهدين، أهلا بكم. يسعد صباحك أحمد، دعنا في صورة الإضراب الشامل الذي يعم محافظة جنين ومدينة جنين تحديدا. نعم، كما تشاهدون خلفنا في الصورة إضراب شامل عام تجاري وكافة مرافق الحياة في محافظة جنين تشهد هذا الإضراب وتلتزم فيه، حيث تغلق المحال التجارية والمؤسسات الرسمية والأهلية وكافة المرافق الحياة أيضا أبوابها هنا في محافظة جنين استجابة لهذا الإضراب، حيث عم الإضراب الشامل هنا كافة أرجاء المحافظة وبالتالي استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية التي كانت قد دعت إلى إضراب شامل هنا في محافظة جنين. هذا الإضراب لم يكون فقط في مدينة جنين، وإنما شمل أيضا كافة مرافق الحياة في الريف والقرى والبلدات المحيطة بمدينة جنين استجابة لنداء القوى الوطنية والإسلامية الذي جاء دعما وإسنادا للجنة المتابعة العربية العليا التي كانت قد دعت إلى إضراب شامل رفضا لقانون القومية للدولة اليهودية العنصرية، والذي جاء هذا القانون كما تحدث الجميع هو ضربة في خاصرة الحقوق أهلنا في الداخل الفلسطيني لا سيما المواطنين العرب. حركة فتح كانت قد دعت أيضا إلى الالتزام بهذا الإضراب، وكما تشاهدون المحال التجارية وكافة مرافق الحياة تغلق أبوابها هنا في محافظة جنين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الناطق الإعلامي باسم حركة فتح هنا في محافظة جنين ومدينة جنين، ويعني مساعد محافظ جنين السيد منصور السعدي. سيد منصور أسعد الله صباحكم. أولا يعني مدينة جنين بريفها وقراها والمدينة تلتزم بهذا الإضراب ويعني تستجيب ليعني الدعوات التي وجهت صباحها خلال الأيام الماضية وصباح هذا اليوم، هذا المشهد يتجسد، كيف تقرأ هذا المشهد من خلال هذا الإغلاق؟ أولا هذه رسالة وطنية واضحة من أبناء محافظة جنين، هذا الشعب الصامد البطل، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وما يصدر عن منظمة التحرير ومن فصائل العمل الوطني وحركة فتح ها هي الجماهير تستجيب. إضراب شامل بنسبة 100%، جاء هذا الإضراب دعما لنداء لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني ضد مشروع قرار القومية التي تدعي إسرائيل بيهودية الدولة، وقد رفض فخامة الرئيس محمود عباس يهودية الدولة، وهذا يأتي ما بعد إقرار ترامب باعتماد القدس عاصمة لدولة الكيان، وثم يهودية الدولة، وثم محاولات شطب قضية اللاجئين. إذن نحن نتحدث عن صفقة القرن، هذه كلها ثوابت جاءت بصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني بأكمله 13 مليون نسمة أينما كانوا في المخيمات في الشتات في المدن ضد هذه الصفقة خلف فخامة الرئيس محمود عباس. ها هي قطاعي العام والخاص في محافظة جنين، إغلاق وإضراب شامل من رأس الناقورة حتى رفح،
اليوم يتجسد الوطن الفلسطيني. اليوم هي رسالة واضحة لحكومة اليمين الإسرائيلية، إن أردتم أن تعزفوا على وتر العنصرية ويهودية الدولة، وبالتالي هذا خطر شديد. هم يبدأون فصل جديد من المعركة، وبالتالي هذا يهدد أمن المنطقة، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته، على الأمم المتحدة، على ترامب أن يعي ويفهم أن ما يحاول العبث بأمن منطقة الشرق الأوسط الآن أصبحت أمريكا هي رأس الحربة ورأس الشر، تفجر الصراع الديني في فلسطين ومن حولها. سيد منصور، قانون القومية اليهودية والذي جاء كما تحدثنا ضربة في خاصرة الحق للمواطنين في الداخل الفلسطيني، جاء بالتزامن مع إجراءات الاحتلال العنصرية والتهديد بهدمه للخان الأحمر، حيث يصادف هذا اليوم أيضا هو انتهاء للمهلة التي كما يدعي الاحتلال منحها للمواطنين بهدم منازلهم بأيديهم. هذه العنصرية التي تتجسد من خلال هذا الطلب، وبالتالي أنتم في حركة فتح أعلنتم النفير العام للتصدي لهذه القرارات والإجراءات، وقلتم لا رحيل بعد النكبة وبعد الرحيل في السابق. أحب أن أوجه التحية للأخوة الصامدين المرابطين في الخان الأحمر، لأهلنا في القدس ومن حول القدس، على لأن الخان الأحمر ليست المقصود هنا منطقة الخان الأحمر، وإنما هذا جزء من هذا المخطط لعزل كل محافظة القدس عن الضفة الغربية وعن الوطن الفلسطيني. هم يفتحون علينا أكثر من جبهة، يعني جبهة القدس مفتوحة وجبهة اللاجئين مفتوحة والقومية، وبالتالي نحن لهم بالمرصاد. حركة فتح بكل وضوح خلال لجنتها المركزية قالت إن موضوع الخان الأحمر خطير جدا، قد يفجر انتفاضة فلسطينية ثالثة. وأنا أعود وأقول أن أمن الشرق الأوسط بات في خطر، لأن الذي يحدث أن أمريكا تسعى فساداً وخراباً بقرارات المعتوه ترامب، وما سيتلو ذلك سيهدد أمن المنطقة، لأن الموضوع ليس الخان الأحمر فقط أو فلسطين فقط. أنت تتحدث عن 13 مليون نسمة تهدر حقوقهم، وبالعمق الفلسطيني وهذا الحق التاريخي لنا، اللغة العربية ستبقى سيدة فلسطين، ولن يكون إلا اللغة العربية في حيفا ويافا والناصرة والقدس. ناطق الإعلامي باسم حركة فتح منصور السعدي ومساعد محافظ جنين، شكرا لكم على هذه الإيضاحات وهذه المداخلة، شكرا لكم سيدي العزيز. إذن مشاهدينا الكرام، بقي لنا أن نقول بأن هنالك دعوات أطلقت أيضا من خلال الفعاليات والمؤسسات الرسمية وحركة فتح هنا في محافظة جنين للانطلاق غدا إلى الخان الأحمر والتوجه غدا إلى الخان الأحمر دعما وإسنادا إلى أهلنا في الخان، حيث ستشهد منطقة الخان الأحمر فعاليات مساندة من أهلنا في محافظة جنين والذين كانوا قد توجهوا سابقا، وبالتالي هنالك دعوات أطلقت من هنا من جنين للمشاركة في هذه الفعاليات والتوجه غدا إلى الخان الأحمر رفضا لإجراءات الاحتلال الرامية إلى هدمه وتهجير أهله مرة أخرى. شكرا لك زميلنا أحمد نزال، كنت متواجد معنا من جنين ومكملين معكم مع شبكة مراسلين المتواجدين في هذا الإضراب. إلى سلفيت، وينضم إلينا زميل محمد شتية لنطلع على صورة الأوضاع هناك. صباح الخير محمد. صباح الخير فرح، وصباح الخير محمد، وصباح الخير لمشاهدينا الأعزاء. ضعنا في صورة كما نشاهد يعني التزام بالإضراب، التزام شامل وعام في محافظة سلفيت، في قرى محافظة سلفيت وبلداتها، تلبية للدعوات التي أطلقت من أجل ضد قانون القومية الإسرائيلي. طبعا محافظة سلفيت التزمت بالإضراب الشامل الذي شمل كافة مناحي الحياة العامة والخاصة. كما نشاهد مدينة سلفيت حيث أتواجد إغلاق تام للمحال التجارية وتوقف لحركة المواصلات. معي هنا للحديث عن هذا القانون وما يمثله من ضربة للمواطنين اللواء إبراهيم البلوي. صباح الخير. صباح الخير. عطوفتك يعني نحكي عن ضربة جديدة من ضربات الاحتلال، ضربة عنصرية ليست بجديدة على الاحتلال الذي يقوم كل يوم بسن القوانين التي تحاول اجتثاث الوجود الفلسطيني. تفضل. أولا صباح الخير للجميع، صباح الخير للمواطن الفلسطيني أينما كان، صباح الخير للمرابطين هناك في الأقصى، وصباح الخير للمناضلين المرابطين في قرية الخان الأحمر، وصباح الخير للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس
أبو مازن حفظه الله. محافظة سلفيت كما تشاهدون التزمت بنداء الأهل في الأرض المحتلة والقوى الوطنية في فلسطين كباقي المحافظات بالإضراب الشامل الذي شمل كافة مناحي الحياة. دولة الاحتلال أصلا عندما كانت فكرة هي كانت فكرة عنصرية وقامت على فكرة عنصرية، فكرة رواية دينية غير صحيحة في أرض غير الأرض الصحيحة هنا في فلسطين. ولكن جاء الوقت اليوم في ظل المناخ الدولي السائد الآن في ظل وجود هذه الإدارة الأمريكية التي تقف مع الاحتلال ومع فكرة الاحتلال ومع فكرة العنصرية في أرض فلسطين، فسنت القانون ليكرس السياسة القديمة وليكرس واقع هذه الدولة بأنها دولة عنصرية. طالما قال الشعب الفلسطيني وقال الآخرين أيضا بأنها دولة عنصرية منذ النشأة كرستها بقانون القومية اليوم. يعني ما نشاهده على الأرض هو تكريس لهذا القانون العنصري. هناك يعني الاستيطان مستشري على أراضي المحافظات، محافظات الوطن كافة. يعني الاحتلال يسعى بكل جهد لبسط سيطرته على كامل الأرض. يعني أنتم ككيادة في هذا الوطن، ما هي يعني الإجراءات لمواجهة هذا القانون خاصة أنه قانون عنصري بكامل أركان؟ يعني السيد الرئيس في خطابه قبل أيام في منبر من على منبر الأمم المتحدة وعندما خاطب كل دول العالم حدد هذه السياسات وقال بالفم المليان: نحن شعب يقع تحت الاحتلال في دولة احتلال عنصري تمارس شتى أنواع الإجراءات الاحتلالية. قال السيد الرئيس بأنه لدينا نحن الشعب الفلسطيني قوي ومتجذر في هذا الأمر، قال الكلمة: نحن سنحاكم المحتلين وفق القوانين والشرائع الدولية وكل القرارات الدولية معنا، لأنه هذه القرارات الإسرائيلية منافية للقانون الإنساني الدولي ومنافية أصلا للقانون الدولي. اللواء إبراهيم البلوي محافظ سلفيت، أشكر لك حضورك معنا. نشير إلى أن هذا القانون يأتي في ظل تغول استيطاني كبير على أراضي محافظات الوطن ومحافظة سلفيت الذي يسعى إلى قلب التوازن الديموغرافي لصالح الاحتلال. شاكرين لك تواجدك معنا محمد اشتيا من سلفيت، ونستمر معكم مع شبكة مراسلينا ومن سلفيت إلى بيت لحم وحياة حمدان. يسعد صباحك. صباح الخير حياة. طيب إلى حين أنتجز حياة معنا نستمر وإياكم في هذه التغطية المباشرة من جميع محافظات الوطن مع شبكة مراسلين المتواجدين. إضراب شامل يعم البلاد رفضا لقانون عنصري يحاول الكيان الاحتلال فرضه على الشعب الفلسطيني. وننتقل الآن إلى زميلتنا حياة حمدان من بيت لحم. صباح الخير حياة. صباح الخير حياة. أهلا فرح وصباح الخير لكل المشاهدين. صباح هذا الوطن الصامد الصابر على الاحتلال وعنصريته المتواصلة بحق أبناء شعبنا. اليوم في محافظة بيت لحم كما هو الحال في باقي محافظات الوطن هناك التزام تام بالإضراب الشامل، والذي ليس فقط تجاريا بل على صعيد الحياة والحركة الحياتية بشكل عام. هنا في بيت لحم نلاحظ بأن بعض المخابز مفتوحة وأيضا بعض الدوائر الصحية نظرا لأهميتهم الحياتية هنا في بيت لحم، لكن كل المرافق الأخرى التجارية مغلقة بالكامل. نود هنا التنويه إلى أن هذا الإضراب أو هذه المحال التجارية أغلقت أبوابها طوعا، ولم يكن هناك أي أحد يجبر أصحاب المحال على إغلاق أبوابهم، وذلك أيضا رسالة على توحيد أيضا جهود أبناء شعبنا ضد سياسات الاحتلال العنصري
سوريا. يتواجد معنا الآن أمين سرعة حركة فتح في إقليم بيت لحم الأخ محمد المصري للحديث أكثر عن هذا الموضوع. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ محمد. يعني هذا الإضراب يأتي بعد خطاب السيد الرئيس في الأمم المتحدة ونقله صوت ورسالة أبناء شعبنا، وبعد ذلك جاء الإضراب. ما أهميته سياسيا في هذه الحالة؟ يعني جميعنا استمع إلى خطاب الشعب الفلسطيني الذي مثله السيد الرئيس محمود عباس، والذي أشار فيه بشكل واضح إلى قانون القومية التي تحاول إسرائيل فرضه على أبناء شعبنا، وبالتالي جاء هذا الخطاب أيضا استجابة سياسية من شعبنا ليمثل موقف سياسي ورسالة سياسية. هو إضراب يختلف عن كل الإضرابات السابقة، ليس إضرابا مطلبيا أو احتجاجيا، هو إضراب سياسي يحمل موقف سياسي يوحد فيه جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة المواقف وفي الشتات، في أراضي 48، في أراضي في الغربية، في القدس، في غزة، وفي الشتات الفلسطيني، ليرسل رسالة مفادها أن هذا القانون سيواجه بموقف فلسطيني موحد، لا تهمنا الحدود ولا يهمنا هذا الشتات، يهمنا الهوية الفلسطينية، وبإمكان هذه الهوية الفلسطينية أن تناهض هذه القومية التي تحاول الحركة الصهيونية فرضها في هذا الزمان. نعم، نذكر هنا بأن قانون القومية يعني ينص على أنه الحق تقرير المصير فقط للشعب اليهودي، شرعنة الدولة اليهودية، وأيضا عدم الاعتراف باللغة العربية لأبناء شعبنا يلي بيمثلوا تقريبا 21% حسب الإحصاء الإسرائيلي في 2017 من إجمالي السكان في الداخل المحتل. ما هو أبعاده وتأثيره اجتماعيا؟ يعني باعتقادي هو محاولة لتقويض الهوية العربية الفلسطينية لأهلنا في الداخل كمقدمة لسياسة الطرد والتهجير، وما المثال الذي نشاهده الآن في الخان الأحمر أو في مسافر يطة أو في الكرة الفلسطينية في مناطق باء وجيم إلا مثال بسيط لما هو قادم، وبالتالي يجب قرع الجرس. هذا قانون القومية اليهودية هو بمثابة الترحيل الجديد، هو بمثابة الفاشية الجديدة، هو بمثابة النازية الجديدة، وبالتالي علينا كفلسطينيين أن نفهم أن لا يمكن الاستمرار في مواجهة هذا الاحتلال ونحن في حالة هذا الانقلاب الذي تمارسه حماس، وبالتالي أيضا هو يشكل رسالة سياسية ورسالة اجتماعية داخلية أيضا، كما أشار السيد الرئيس بأنه يجب توحيد الموقف الفلسطيني حتى لو كان هذا التوحيد سيجعلنا ندفع ثمن عالي. بكل تأكيد لا يوجد خطوة نضالية ممكن أن تنجح في مواجهة الاحتلال ونحن نعيش في ظرف في ظل انقلاب وانقسام، وبالتالي على جميع مكونات الشعب الفلسطيني، على جميع مكونات هذه الأمة الفلسطينية الكبيرة الممتدة في كل أنحاء العالم أن تعي مسألة واحدة، يجب أن نقف ضد قانون القومية، وأول أسلحتنا في مناهضة هذا القانون هو الوحدة الفلسطينية، وهذه الوحدة هي ما أشار إليه السيد الرئيس في الخطاب، يجب أن نفرضها فرضا، لأنه لا يمكن أن نستمر بإرسال رسائل سياسية للعالم، لا يمكن أن نستمر بالمطالب بحقوقنا ونحن منقسمون. نعم. أستاذ محمد، من المهم ذكره إلى أنه الإضراب اليوم بصادف أو بالتزامن مع الذكرى السنوية لهبة القدس أو الأقصى، يعني بعد مرور 3 أعوام على هذه الهبة، كيف أيضا من المفروض أنه إحنا ننظر لها بالتزامن التاريخي لكل الأحداث الانتقالية اللي بتصير في القضية الفلسطينية؟ يعني هو اختير هذا اليوم لأنه يحمل في طياته كثير من الذكريات، يحمل في طياته ذكرى هبة أكتوبر في العام 2000، الذكرى 18 لهبة أكتوبر، وهي حالة تضامن شعبنا في الداخل مع ما جرى في انتفاضة الأقصى حينما هبت في الأراضي الفلسطينية، يحمل أيضا ذكرى هبة أكتوبر التي جرت قبل 3 أعوام حينما حاولوا إيجاد مسوغات للاستيلاء على الأقصى والقدس، أيضا يحمل في طياته ذكرى مجزرة حمام الشط التي ذهب ضحيتها العشرات من الفلسطينيين حينما قصفت قوات الاحتلال أماكن تواجد قواعد الثورة الفلسطينية في تونس، وبالتالي أيضا نتوحد في الدم، هذا الدم الذي امتد على مساحة فلسطين التاريخية، يتوحد ليذكرنا بجذور، ليذكرنا بتاريخنا، ليذكرنا بهويتنا، وبالتالي نقول في هذا اليوم كما نناهض هذه القومية لن نسمح باغتيال الذاكرة الفلسطينية، لن نسمح لأحد بأن يقلص ذاكرتنا الفلسطينية ليجعلها تبدأ من محطات خاصة به، هذه الذاكرة غضة، هذه الذاكرة زاخرة بالتضحيات الفلسطينية، وبالتالي ما زال أمامنا طريق طويل، ما زال أمامنا طريق صعب، وبالتالي إذا ما أردنا أن ننهي هذا الطريق بحلمنا الفلسطيني حرية دولنا حرية
دولتنا وإقامتها وعاصمتها القدس. يجب علينا أن نذهب موحدين، يجب علينا أن نذهب مؤمنين، بأنه لا يوجد لدينا أي طريق آخر إلا هذه الطريقة. نعم، نشكر لك هذه المشاركة الأخ محمد المصري، أمين سير حركة فتح في بيت لحم. إذن مشاهدينا الكرام، في الضفة الغربية في الأراضي المحتلة عام 48 وفي غزة هناك توحيد للجهود، هناك توحيد خلف القيادة بقيادة السيد الرئيس محمود عباس نحو دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هذه هي صورة الأوضاع هنا في بيت لحم، وعودة للزملاء. شكرا لك حياة حمدان، كنت معنا من بيت لحم. ومنكمل من بيت لحم للخليل مع عارين العملة. صباح الخير عارين. صباح الخير عارين. صباح الخير علاء، وصباح الخير فرح، يسعد صباحكم. أرينا صورة الوضع عليك في الخليل والالتزام بالإضراب الشامل رفضا لقانون القومية العنصري. نعم بالفعل، يعني الإضراب الشامل والعام يعم محافظة الخليل بكافة أرجائها. أنا أتواجد الآن في حلحول، حيث كما تشاهدون في الصورة خلفي الإضراب الشامل يعم هذه المنطقة تماما، إضراب تجاري وأيضا إضراب مؤسسات، إضراب التربية والتعليم وأيضا إضراب مواصلات. السيارات التي تنتقل في الشوارع هي سيارات خاصة فقط. هدوء يعم المنطقة وغليان في القلوب نتيجة القرار العنصري للقومية اليهودية، هذا القرار المجحف الذي توصل اليوم الضفة الغربية رسالة للعالم أجمع وللمحتل برفضها لهذا القرار العنصري والوقوف جنبا إلى جنب مع الداخل المحتل لرفض هذا القرار. يعني الفعاليات سوف تستمر، والإضراب الشامل جاء بقرار وطني. وللحق حديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف وإياكم يعني أحد المنسقين في اللجان الوطنية والشعبية والسياسية، وكذلك رئيس مركز أبحاث الأراضي سيد جمال العملة. صباح الخير لك. صباح الخير لك وللمستمعين ولشعبنا الصامد في هذا اليوم المميز من تاريخه، وهو يقف صفا واحدا ضد قانون القومية في كل فلسطين وفي الشتات الفلسطيني. يعني لو تحدثنا في هذا الصباح عن القيمة التي سوف يضيف هذا الإضراب في الوقوف إلى جانب إخواننا في الداخل المحتل، وما هي الرسالة التي تحاول الضفة الغربية إيصالها للعالم من خلال هذا الإضراب؟ يكفي أن يقف شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات صفا واحدا في وجه قانون القومية، ثم نقول بأن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يتضامن مع شعبنا في مناطق 48، لأننا جميعا متضررون من قانون القومية مثلهم وربما أكثر. فقانون القومية ليس مخصصا ضد جزء من شعبنا، قانون القومية هو ضد الأمة العربية بكاملها. لماذا؟ قانون القومية ماذا يعني؟ علم إسرائيل خطين أزرقين بينهما نجم الداود الزرقاء، يعني ما زال حلم من النيل إلى الفرات قائم في العقلية الصهيونية، عقلية الاحتلال. وهذه المنطقة وهذه الأراضي هي أرض إسرائيل، أرض الشعب اليهودي، أقاموا على جزء منها دولة إسرائيل التي يسمونها الدولة القومية لليهود، بمعنى أن كل يهود العالم مفتوحة لهم ليعودوا لها. ثم أن عاصمتها القدس الموحدة، ثم أن الاستيطان فيها هو قيمة قومية أولوية كبرى عندهم. هذا القانون هو ضد الأمة العربية بكاملها، على الأمة العربية من بلاد فارس حتى المحيط الأطلسي أن تقف في وجه هذا القانون، لأنه قانون عنصري بامتياز. يعني هذا القانون المجحف بحق العرب كما ذكرت وبحق كافة المواطنين الفلسطينيين سواء في الشتات أو حتى في الداخل، يأتي بالتزامن يعني وهذا الإضراب مع يعني أحداث عدة حدثت في مثل هذا اليوم، لو تحدثنا عن الرابط بين هذه الأحداث. أود أن أبدأ بالحديث عن يوم الموئل العالمي أو يوم العالمي للموئل لحق السكن.
وأول اثنين من كل أكتوبر من كل عام. في هذا اليوم حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للسكن، بمعنى أن يحقق العالم، أن تحقق الإنسانية السكن الكريم لكل مواطن على وجه البسيطة. شعبنا الفلسطيني السكن لديه ليس فقط مخترق، ومنذ بداية الاحتلال عام 48 حتى اليوم هدم الاحتلال الإسرائيلي 165 ألف مسكن فلسطيني، وهجر أكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وصادر أكثر من 19 مليون دنم من أراضي فلسطين، واستجلب من اليهود من شتى بقاع العالم 5 مليون يهودي. هذه عملية الإحلال، هذه عملية القومية اليهودية التي يدعونها والتي يحاولون السيطرة على المنطقة برمتها من أجل تحقيق أحلامهم المريضة كأداة في يد الإمبريالية والاستعمار. في هذا اليوم أيضا تنتهي مهلة الخان الأحمر من أجل التفكيك والترحيل والهدم. الخان الأحمر الذي يعتبر بوابة القدس الشرقية، فيما لو تم ترحيل قرية الخان الأحمر بالأيام القادمة سيعني أن 28 تجمع بدوي حول القدس ستصبح في مهب الريح، وستصبح مشروع توسيع الاستيطان من معالي أدوميم من الخان الأحمر حتى القدس هو مشروع قائم، وستتقطع أوصال الضفة الغربية. في هذا اليوم نستذكر انتفاضة سنة 2000، انتفاضة القدس حيث هبت الجماهير الفلسطينية، ونستذكر محمد الدرة، ونستذكر كل الشهداء، ونرسل تحية إلى شهداء حمام الشط في تونس الذين أيضا في مثل هذه الفترة استشهدوا. شعبنا الفلسطيني في كل يوم لديه مناسبات ولديه شهداء ولديه جرحى وأسرى. دعونا في هذا اليوم ونحن نقف في يوم نضالي مميز على مستوى الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء فلسطين، أن نوجه التحية لهذا الشعب الصامد، وأن نسعى لأن نعزز صموده على أرضه. أشكرك جزيل الشكر سيد جمال طلب العملة، رئيس مركز أبحاث الأراضي وأيضا من القوى الوطنية والسياسية في محافظة الخليل. إذن وصلت الفكرة، اليوم تنتهي مهلة الخان الأحمر، واليوم أيضا هذا الإضراب الشامل الذي يعم أرجاء الضفة الغربية بكاملها يوصل رسالة واحدة، لا لقانون القومية العنصري، ونعم لشعب فلسطيني موحد خلف قيادة واحدة. بالتأكيد، جزيل الشكر لك على وجودك معنا زميلتنا رينا العملة من الخليل. وإلى قلقيلية ينضم إلينا الزميل أحمد شاور من هناك. صباح الخير أحمد. يسعد صباحك أحمد، وضعنا بصورة الإضراب لديكم. صباح الخير لكم زملاء. صباح الخير أحمد، ضعنا في صورة الإضراب في محافظة قلقيلية. صباح الخير لكم، صباح الخير لمشاهدينا. نعم، يعني كما باقي محافظات الوطن وكما باقي أماكن تواجد أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده في هذا العالم، التزمت مدينة قلقيلية ومحافظة قلقيلية بالإضراب الشامل الذي يعم أرجاء المحافظة بشكل كامل لكل قطاعاته التعليمية والتجارية والمؤسساتية. هذا الإضراب الذي جاء بناء على تلبية دعوة فصائل العمل الوطني لرفض قانون القومية، واستجابة لنداء الوطن في هذا الخصوص، وأيضا رفض كل ممارسات الاحتلال على الأرض، منها ما هو يتعلق بالخان الأحمر والتي تنتهي المدة التي أعطاها الاحتلال لسكان كان هذه القرية بهدم القرية بأنفسهم. إذن يعني كل هذه الممارسات والمؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا وضد قضيتنا وضد حقوقنا الثابتة، انتفض أبناء شعبنا وعم الإضراب في هذا اليوم. أيضا يعني قانون القومية الذي يعني تفاعل معه أبناء شعبنا في محافظة قلقيلية على أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، رفضوه كما رفضوه واقعيا في الشارع الرئيسي الذي نحن فيه الآن. طبعا قانون القومية هو يعني قانون عنصري، ومعظم أبناء شعبنا الآن يعني هم في طور معرفة هذا القانون الذي ينص على 11 بندا كلها عنصرية، أبرزها وأهمها هي قانون القومية
الشعب اليهودي أو تقرير المصير للشعب المصير لإسرائيل، وأيضا القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل. طبعا هذا يتماشى مع صفقة القرن وما أعلنه الرئيس الأمريكي من يعني تقليص المساعدات لقضية اللاجئين، أيضا كلها تأتي ضمن ما يسمى بصفقة القرن التي رفضت رسميا وشعبيا وما زالت ترفض. طبعا يعني ضمن بنود صفقة القرن الذي أثر على مدينة قلقيلة بشكل خاص وهو تقليص المساعدات لوكالة الغوث ويعني تمهيدا لإلغاء حق العودة التي يتأثر بها معظم اللاجئون في محافظة قلقيلة وفي محافظة الوطن التي الذين يتلقون العلاج الصحي في مستشفى الوكالة الوحيد التابع لوكالة الغوث في مدينة قلقيلة وفي الضفة الغربية. إذن يعني كما قلنا لكل هذه الأسباب يأتي هذا الإضراب في هذا اليوم. نعم، شكرا لك زميلنا أحمد شاور، كنت معنا من قلقيلية ومحطتنا الأخيرة من لبنان. مع زميلة زين عبد الصمد، والحديث أيضا عن الإضراب الشامل الذي عم الشتات ومخيمات الشتات، وتحديدا زينة متواجدة معنا من مخيم برج البراجنة في بيروت. وصباح الخير عليك وصباح الخير لضيفك، وضعينا بصوت الإضراب زينة. صباح النور لكم. يعني عملا بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيضا لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، يعم اليوم الإضراب في مخيمات لبنان وفي كافة تواجد أبناء شعبنا أيضا في المدن والتجمعات الفلسطينية خارج المخيمات، تزامنا مع إقفال مدارس الأنروا والمؤسسات. كل هذا ليؤكد اللحمة بين أبناء شعبنا سواء كانوا في الداخل أو الشتات. ضيفنا دكتور سرحان سرحان سيحدثنا أكثر عن هذا الإضراب وما تشهده الساحة اللبنانية اليوم. صباح الخير دكتور، حضرتك عضو إقليم حركة فتحة بلبنان، ماذا نشهد اليوم على الساحة اللبنانية؟ صباح الخير، صباح فلسطين. طبعا من مخيمات لبنان تنفيذا للقرارات اللي اتخذت من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة العليا العربية العليا لشعبنا الفلسطيني في عام 48. شعبنا الفلسطيني في لبنان، في مخيمات لبنان، كل المخيمات الفلسطينية في لبنان، تنفيذا لهذا القرار تنفذ اليوم إضرابا شاملا لترسل رسالة إلى العالم أجمع، بداية إلى ترامب وإلى نتنياهو وإسرائيل بأن قراراتهم لن تمر وستتحطم على صخرة صمود شعبنا وصبره، وأيضا للعالم أجمع بأن يتحرك لمساندة شعبنا الفلسطيني ورفض هذه القرارات العنصرية التي تعيدنا بالذاكرة إلى جنوب إفريقيا وما تم هناك. إذن وأيضا لشعوبنا العربية وأمتنا العربية لكي تتحرك من أجل مساندة شعبنا الفلسطيني لإسقاط هذه المؤامرة التي طبعا تدعو أو تحاول بأن تصفية القضية الفلسطينية وإسقاط حق العودة خاصة والقدس كعاصمة لفلسطين. إذا من هنا من مخيمات شعبنا الفلسطيني ندعم شعبنا الفلسطيني الصامد في الأرض المحتلة، شعبنا الفلسطيني الصابر في أيضا أرضنا المحتلة عام 48، ونتكاتف معه وجهودنا كتفا إلى كتف معهم، وأيضا دعما للقيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الأخ الرئيس أبو مازن وما قاله، نحن معه حرفا بحرف وكلمة بكلمة بما قاله في أمام العالم أجمع بأننا نحن مستمرون في النضال، وهذا ما أقرته قرارات الأمم المتحدة، مستمرين بالنضال. وشعبنا الفلسطيني اليوم في الخان الأحمر سيقاوم ما تحاول إسرائيل فعله،
وإسرائيل نحن نعلم بأن هذا القرار هو متخذ منذ عام 1897 في المؤتمر الأول للصهيونية، حينها هرزل قال بأن الهدف هو قيام دولة قومية لليهود. إذن نحن شعبنا الفلسطيني الذي يمثل 20% في الداخل الفلسطيني سيقاوم هذا الاحتلال، سيقاوم هذا القرار وسيسقطه أكيدا ومتأكدين من هذا. وعودتنا قريبة إن شاء الله إلى فلسطين وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس والعودة وتحرير الأسرى والمعتقلين إن شاء الله. كل التحية للشهداء، كل التحية للأسرى من مخيماتنا في لبنان. دكتور سرحان، بعد معي 30 ثانية، امتداد هذا الحراك الجماهيري من الداخل إلى الشتات، اليوم أنتم بالشتات ترفعون الصوت نصرة ودعما لأهلنا ب 48 وأهلنا في الداخل، هل لكم تواصل مع جهات لبنانية أو حتى عربية ليكون هذا الحراك الجماهيري في الشتات أفعل؟ أكيد هناك اتصالات مع كل الأحزاب الوطنية اللبنانية، وسيكون إن شاء الله حراك أيضا على اليونسكو والأمم المتحدة هنا في لبنان، وسيكون إضرابات إن شاء الله وتواصل مع قوى سياسية أخرى في لبنان. وهذا ما حصل بالفعل، أنا هناك كان اجتماعات ما بين القيادة الفلسطينية المشتركة والقوى الوطنية اللبنانية، ووضع برنامج من أجل هذا الحراك. دكتور سرحان، عضو إقليم لبنان لحركة فتح، شكرا جزيلا لك على إطلالتك معنا. كمان من الجدير ذكره أنه بالإضافة لهذا الحراك يلي عم تشهده الساحة اللبنانية، برنامج التحرك يلي أشار له دكتور سرحان بيشمل أيضا اعتصامات أمام مقر الإسكوا، الأمم المتحدة، أيضا الاتحاد الأوروبي وسفارات غربية، تزامنا مع حراك جماهيري وشعبي متواصل دعما وأسنادا لسيادة الرئيس محمود عباس، والأبرز هو مهرجان جماهيري كبير بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان عاصمة الشتات الفلسطيني. من برج البراجني عودة لرام الله. شكرا جزيلا لك زميلتنا زين عبد الصمد، كنت معنا من لبنان. إذا نعود ونذكر بأن إضراب شامل يعم البلاد رفضا لقانون القومية العنصري، الفعاليات ستبدأ في مختلف محافظات الوطن من تمام الساعة 12. أيضا الدعوات لتكثيف الوجود في الخان الأحمر ما زالت مستمرة، وأهلينا في العاصمة المحتلة ما زالوا مرابطين في البلدة القديمة وفي المسجد الأقصى منعا للاقتحامات المتكررة. إلى هنا نختم وإياكم محطتنا الصباحية من برنامج فلسطين للصباح، على أمل أن نلقاكم غدا في محطة جديدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.